كان جالس في الشرطة ساهي ساكت، ولا نقوله مصدوم، ما بقى عارف اشنو يدير. كان يشوف فيه الحام دي من البالكون، وخلاه ما بغاش يضغط عليه. هو خلاه بنت 13 سنة، كيفاش كبرات ولدات، غالة ولدات. سكت ويدي بارنين اللي كيتلش، عروق راسو باينين، سنانو معرك عليهم، وعقلو خدام. كل كلمة جالسة صاحبتها كتعاود في دنو وغمض عينو. كل حال حمدي كي يهدل فيه، قال له حكيم تدنا ولدي نفهمو. سي مخرج عينو جر خديجة من يده مرك على تخلعو. ديك البنت واش متغلا جاوبي؟ ما عرفت تطلقني قصحتيني. ويتجرى مريم، شكون نتا؟ طلق منها اش كتجيك غالي على تدير على هاد المزالة؟ جاوبوني عقلي غيتصدق. شوفي انت كيهضر كيترعد، انا خليتها قدامك. انا كنت كنسكن هنا وقع معايا حادث سير وما خليتهاش بخاطري. انا دخلت في غيبوبه ما خليت في قلبت عليها. حتى قالوا لي ماتت الحمد لله. قالوا لي ماتت ياك، ولا كي الحمق ها كيدخل ويخرج في الهضره. الله يكون في عوانه محروق. اجي جي معايا كلشي بعقل. حكيم اجا ولدي شوف يلا نتبعوها. قال لي سيمون لا طلق مني هجرحوا ليها. كيفاش ولدات؟ كيفاش انا خليتها؟ كيفاش ولدات؟ ويشد في راسو خديجة ويتهضر بالزربة، حيت غالة فاش كانت عندها 16 سنة تبعت في مزاد ديال العاهرات لزي العابد الألماسي. شرعها وعاشو بجوج كي المزوجين، وقعوا مشاكل وسمح فيها، وكانت حاملة ولدات باسيل. غالة هي أم باسيل. هي تقول لها خديجة اش درتي؟ هي مات ويتصدم. شنو قلتي خديجة؟ خديجة وما يطيحو دموها. سيمو يا سيمو كيفاش غنوصف لكم حالتو؟ كيحس راسو كأنه في دوامة كبيرة. تجرو الحامدي لا يدير شي كارثة في يوم ما هضر ما تكلم. جارو كل جثة جسد بلا روح. وهضرت خديجة كتعاود في ودنيه كل انذار قدام تم. حل عينو كيش غمض الدم ويقف جاعر. علاش خالة؟ علاش؟ علاش؟ كيضرب ديك الطبلة قلبها عرس الكراسة. كيضرب بالعقل، كيجي في بالو بلي شخص آخر حملات منو كيبغي يتسطا. كيغوت ربي اللي خلقو، كيغوت بقلب مجروح. اش هاد صار عندو؟ البنت اللي بغاها وتمنى تكون دابا معاه مع شخص اخر. ام البنت لهاد الدرجه بحال الدنيا قصاص عليهم بزوج. تقرص الارض كينهج ودموعو طايحين، كيحس بصدرو مخنوق عليه بزاف. خلى الحمدي ساخ وداك الغضب ديالو، ما هضر مع حد حيت ما كانش ديال الهضره، كان عقلو غايب. من غيبر ديك ساعه يفهموا كل شيء. وفي الدار ديال غاله جالس عماد قابل مع البنات، هاز باسيل عنده كيضحك معاها، وبنات ساكتين شاف فيهم صرامه ويهضر. يلا هضروا كنتسنى شي شرح وياكم تكذبوا. سمعتوا حيت وقت الحساب الكبير دعابت الى عرف، فمن الاحسن خليوني نعرف باش نلقى ما نقول له. وندومي كنت يا مريم. يلا رجعت عندها هي اللي كانت غايبه على الوعي، حاطه فوق سريره وجهها صفر، شنيفها بيضين، جالس بهدوء مرعب، وجبد رصاصة من خصرها بسهولة وبرود كي التلج. عقم لها الجرح وبدا كيخيط عادي ولا هام، وكأنه ماشي هاديك اللي كان غادي هابل باش يلقاها. كل شي مات من جهتها. بالآخر كلمة قالت لي شريهان ملي قالت له قتلت روح ولده، طرف منه حقد بزاف، وقسم أن كل قطرة من دمها كتساوي روحه. هادي ما هي إلا بداية. سالا دلال فاطمة وقف مع القلاع السيروم، كل شي موجود حيت معاول على خزيت. حيد اللي قات وجمع الداكشي حطو بعيد، ورجع جالس فوق داك الكرسي مقابل مع البحر وساهي. ومشيو لسبانيا. كان واحد السيد واقف كان ما كيشوف ولده الوحيد مازال في غيبوبة. 4 سنين من ليلة الحادث اللي هزوه في خطر بسبب الضربة اللي ضرب في القلب وكرشو، والعرق اللي تقطع عليه وسط عمليات، دخل في غيبوبه فقدوا الامل يعيش. ولكن با ما بغاش، شعل البراكين في قلبه ما خلى ما دار وما خلى فين قلب لا والو. كان جالس داخل المستشفى كيتمشى بشويه، تقرب كيبان ليه لويس ويقول له سيدي. سولو الشرقاوي لقيتيها؟ كي توقعت يا ليالي. ويقول له الشرقاوي واش كتسناو؟ جيبوا له هنا تخلص عليه بسبب هذاك اللي انكسب راه مجبد 4 سنين. الشمسه اللي تشمتها غتخلصها. حتى كيتسمع انذار قوي من الانعاش، وبانوا الاطباء كيتجراو، الشرقاوي كيغوت وكيسول اش واقع. وكان وسط الانعاش كيحل عيونه ببطء، كيحاول يتنفس وكيدور عينيه على البلوك حاول يهضر الاكسجين في فمه. اخيرا هضر
ونطق سميتها يوسف، نطق سميت ليالي. رجعوا عند البنات، كان عماد كيمسح على وجههم داكشي اللي سمع. ما عرف ما نقول، ما عرف منين نبدا. قالت له ناول هادشي اللي كاين. يا تقول خديجه حنا قاسينا ماشي بسهوله بلي راسنا، تعذبنا واكثر وحده غاله، ما عارفش اش عاشت ودابا كنتمنى تخليونا. خديجه انا عماد، واش عارفني غناديكم؟ شو راه مخبيل كوارث هادو، ولا عارف عابد واولهم هادي اللي ناسه، واش عارفين عابد قداش حاقد على غاله؟ قالت له مريم واش كتبي بصح؟ راه غاله اللي حاقد عليه لعباه وخلاه مزوج وكيلعب عليها، وزوينه كتفكر في حبيبته اللي مات. عماد ويغوت وعابد حاقد عليه حيت شي رهان قبل ما يقتلها. قالت لي غاله قتلت ولده، فهمتو دابا اذا نطلبوا الله ما يلقاش، حيت باش يخليها عايشه مستحيل. شحقوا البنات شادين على فمهم، قتل شي رهان؟ ويقول مصطفى شوف ولدي احنا ما باغيش مشاكل، الله رتاحينا في دماغنا، الله يجازيك بالخير، قول لي بعد منها وبنتو هي ما خصها خير. يا تقول له نعيمه الا بنتي قتلو ما نحنش فيه، وبركه اللي عاش. شوف شوف فيا هو راه ماشي شغلو، ياك مزوج وفرق عليه بركه، ها ولد مسعوده اللي جاعر واش باغي تقتلوه؟ قالت لك لتم تحدنو شوف ولدي عماد ديك منيا صغيره راه مريضه بالقلب، راه فاش تزادت مخنوقه وقع لها مشكل، وراه صحتها على قد الحال، اما غاله راه دابا كتشرب دواء الاعصاب واللي كي يكالميها فعافا كنسامو العقل. يا ولدي حاول تدخل غير بالهدوء، ربي خليونا مهني البركه علينا. قالت لها ناول ماما تحتني عافاك راه السكر عيط عليك. وخدمة دابا النص على غالة عرفناه، نجيو دابا المعقول. اي شوف مريم هادوك ولادك ولاد الطريق ياك ولا كذوب؟ مريم بدات كترجف، ولادو انا حملت بالتويز من ديك الليله المشؤومه اللي كان اغتصبني فيها. واو كنت عارفه فارس نص خطيب قال الاصل عليه، واش صحابكم غدوزوا عليه؟ علاش ما قلتوش لي كاين؟ مريم يا تفاعل هادو ولادي ما عندوش حق فيهم، وما عندوش واش عارفين ولدتهم؟ واش عارف كي تعذبت عليهم؟ واش عارفين شدني الوجه في غابه وانا خدامه مع الناس في الجنان باش نلقى ما نوكلهم؟ واش عارف عينو ربي وهو تي كيتسمع؟ واش عارف كيفاش خرجتهم بصح حسيت بروحي خرجات ورجعات؟ ما عندوش الحق ياخذ لي ولادي. حما تصدم غابه. قالت له نوال مريم اختي فاش رجعنا لبني عروس ما قالت لنا حامله، كان عندها 4 شهور وكانت كرشها باينه وما نخبيش عليك، تازمنا ما عرفنا ما نديرو، كان ممنوع علينا ننزلوا للمدينه، خرجنا نخدموا انا ومريم وخديجه في الجنان مع الناس. داك النهار مريم مشات لبلاصه معزوله كانت خدامه، حتى ديك الساعه كتحس بالماس كيضربوا فيها، حسات براسها بحال شي عرق نازل معه شي حاجه كتنزل منها، ولات كتغوت. حتى كتشوف ديك الساعه بحكم الصيف والكسوه اللي لابسه ديك الساعه كتبين، حتى كتبان لها بلا السقيه طرطقات وبين على الحاله ديال الولاده، كانت حال حتى ما كانت حتى شي واحد حدا اللي يعتقها. كتغوت عتقوني عتقوني نوال. ديك الساعه ملي حيدات حوايجها كتشوف الدم، ما كانتش عارفه عندها تسويس، حاولت تسحب بكل جهدها، كتسحب ربي اللي خلقها وكتعض في يديها في الارض، هذا القدر ديالها، كتزحم وتعيط ربي عوينها جهدها تسالا، باقي جسمها صغير على هاد الالم. وخرج فارس وشدات وتسمعات صرختو، كانت كتحس مازال شي حاجه اخرى، عاودت كتزحم بجهدها كامل والبيبي كيغوت في يدها، واخيرا خرجت افنان جهد ساعه وهي كتوجع، اخيرا ربي عاونها. بدات كتحس بالضباب على عينيها، سمعت صوت رجال كيقربوا، حاولت تعيط حيت عرفاتهم ديك الساعه كتعيط بسمياتهم، بالمختار عمي هلال عتقوني. سمعوا جو كيجري ولقاوها حال سحاله وهزه لي بيبي في يديها. ملي كملت هضرتها عماد بقى كيشوف حس بالدمع في طرف عينو، حتى كملت كلامها بحرقه، هذوك راه ولادي انا، ولادي انا حتى كيبانوا ليا، عيطوا على ماما وجع عمي ومصطفى وناول كيجريو في يدهم لي زرقاوني مع نقا ولادي، وهزوني داوني بعد ما قطعت ماما الحبل السري للوليدات، ومشيت تقاتلت كبرتهم باش من حق عنده باش ياخد ليا ولادي ولا يعرفو مولادو، باش من حق. قال لها عماد مريم سدني وكيت واحد ما يخدم قتلو، سمعتي نقتلو ولا حاول ياخدو ولادي؟ واش سمعتو نقتلو بيدي؟ قالت لها ناول صافي تهدني نفسي تهدني. هي تقول خديجه غالة عطلات فين مشات؟ عادي تنهد نعيمة، المي واكن نحليها عاود وحدة ونص هادي فين مشات؟
دازو السوايع فين زادت، ويقول مصطفى نوض مشي نقلب عليها. قال له عيمات انا البنات غدا خاص نجمعوا باش كلشي يتوضح لعبد وطارق. قالت له خديجه ماشي دابا، ما استعديتش البنات، من الاحسن دابا كل ما كان بكري كل ما احسن. قف ونزل خلاهم كيشوفوا عماد معاه خلاها خدها مقهوره وكلتهم مكسر. ما خلو في قلبو عماد مصطفى البيرال المستشفيات الجرادي والو، غبر ليها الاثار. بدات كتحس بالسخفه وهي كتحل عينيها، العطش جنبها خارقه، حاولت تنوض حتى جلست وعتات وهي تغوت. تحل الباب حتى كيدخل مخنزر، حاس البلاطو فيه الماكله، شافته هدرات بحقد. اش كيحسب لك راسك حتى دير فيه هكا؟ واش مريض؟ ضربني بالرصاص. واحد البلاطو قدامه بهدوء مرعب، تضربات البلاطو بيداتها تشتت، خرج عينو حتى كيقجع من العلقه. فتشي والو قدام داكشي اللي خصني ندير ليك، ومازال تهزي عليا صوتك، بربي تندوز عليك من الوريد. سمعتي؟ ماشي بالساهل نخليك. هاني شحال وانا كنجمع عليك، كنت غنصطو ونعرف بلي انتي في خطر. تا لقي حبيبتي روحي قاتله طرف مني لهاد الدرجه، اني سلايري ولا نقول غلا؟ تضمعت ولكن لي صبر حدود. حبيبتك 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 اللي استغليتي، ها استغليتي الحب ديال حيت كتشبه ليها ياك. اشنو درت ليك؟ اشنو درت ليك؟ عطيتك قلبي وحرقتيني وخليتيني ودورتي واش وكون بغيتيني حنا سافرتي البرازيل. اه كان تعجبني عرفت انت اللي خليتيني، امك ومراتك جراو عليا كل كلمه. مراتك ضرباتني وقالت لي انا غير لازوه، وبلي كتشوف فيا غير حبيبتك القديمه. مش بحق جي دابا تحاسبني، 4 سنين يلا بانت لكم غاله كاملين كاملين. حرصتوني انت وهي، الله ياخذ فيكم الحق. عمري نسمح ليك، عمري نسمح ليك وليه عطاني اتساه. على صافي قتلت اخر حاجه بيناتنا، نزلته هو الحيمه وحسا كان يرجع بيا الزمان نعاودها. عبد ويرجع ليالي هزي الدم زلل الحنك وصاخت. الا كنت كنشوفك هي، ولكن كل شيء تغير، كل شيء. انا بغيتك انتي، انتي كنت طلبي روحي كنت نعطيلك. اش درتي انتي؟ مشيتي قتلتي طرف مني، عرفتي قلبي محروق من جهتك. انا ما خليتكش نتوما، هانتو تلعب عليكم كل شيء. قال ملي متو انا كنت عارف ورجعت كنقلب كي الحمق حتى كنلقى الصدمه ديال عمري، بلي الان يساغل حيد الطرف مني وخرجت لها نيشان. لهالدرجة؟ لهالدرجة؟ واش عارف اشنو هنا؟ يضرب على قلبها. هذا قلبي اللي رجع رماد، وانت سبابه باش نعرفك مزوج وانا اشنو؟ اشنو عاهرة ما تنسبش العائلات الالماسي. سنيتك شهر كنقول غترجع، غترجع تقلب عليا، ولكن لا، سيوم الالماسي ركاب في الطيارة ديالو مع عائلته قلع، وغالى الله يخلي الله يجعلها تموت. ويشوف فيها ضايق وججاو يقتلها، لكن الحرقة باش كتهضر حرقات وتهوى. ما قدرش يعندق، كل مرة كيبغي يشفع لها كيتفكر في عائلتها وكيصار، ويضرب يد برجلو الطبلة كيغوت حتى تشتات كاملة. وخرج من الغرفة وطحتي على السرير كتبكي من القلب على هادشي وحرقها بزاف. العائلة ما خلو في القلب على والو، ما لقاوهاش. العشية خدات خديجة طاكسي للعنوان ديال الفيلا، توصلات وسولات العساس ديك الساعة، قالت له بغيت السي حكيم الحامدي. سولها شكون، قالت له جيت من طرف غالة. دخلي على مو مسد لها في وجهها دا شوية تحلو، كان وراه السيم ولابس حوايج الدار. شنو واقع مع الغلا؟ سي حكيم محتاجينك تعاوننا، غالة ما رجعتش للدار من البارح بالعشية. كيفاش؟ كانت داخلة الحضانة تجيب ولادها. نسرين اهلا، فين الوليدات وفين باتيل؟ قالت لها نسرين اهلا، ردهم باباهم شافهم مشاو كيجريو عنده. مريم هي تحس بالسخفه، شكون؟ كيفاش باباهم؟ واش كتهبلي عليا؟ فين ولادي؟ نسرين وهي تخلع، راه واحد مول بوغ شافو مشاو معاه، كان سميتو طارق، قال لي طليقك والدراري راه عنده. ولادي واش حماقيتي؟ واش حماقيتي؟ خرجت كتجري ما عارفه فين تصد، كتجري والدمع في عينيها شلال. صولا تليفون هزات وكترعد، شدات الخط لقات النمرة مسجلة، جاوبات. سكت سمع طريق، عندك نص ساعة تركبي في ديك السيارة السوداء اللي مقابلة معاك، يلا إلا بغا ولادك. فين ولادي يا طريق؟ فين ولادي؟ إلا ولادي. قطع بعت لها سيارة، جرت ركبات ونطلق بها. فعلا نص ساعة كانت وصلت للقصر خارج المدينة، غا البحر، البحر والرملة. وحتى خرجت كتجري كتنهج، دخلات لقاتو جالس حاط في طبلة جوا بيض، ويشوف فيها ونضها الظرف قرب منها وهي دموعها كينزلو.
الظرف فيه تحاليل واختبار الأبوة، إلا حليته ولقيت الولد ولادي عمرك غتشوفيهم، ولكن إلا عرفتي انتي غتسالي المهمة. فارس وأفنان ولادي شافت فيك هاد الدراري هادو مقدرش جاوبو، يغوت جاوبي لا سكتي تخلينيش ندير شي حاجة ما تعجبكش. مريم حق تقربات تال وجهزت يدها ومزلات عليه الكمارة، خلاته مخرج عينو وهضرات بحرقة. مش من حق الطالب تعرفهم، عقلتي تاع مريم ولا واش كانت في حياتك؟ شنو صغير دابا ولا عاد فاق عليك ضميرك؟ باش من صفة بغيت تعرفهم؟ بصفتك مغتصب كل واقع حاجة يبغي تاخذ ولادي قتلك على قبلهم، قلبك نجبدو ناكل لو وصلتي ليهم، ودابا باغي تعرف واخا سمعني مزيان. انا فاش غصبتيني حملت، وبعد 4 شهور عرفت في خبارك، في خبارك اش قصيت، في خبارك كيتعذب تولدتهم وما غاديش تعرف وما غاديش تحس، حيت سكتي عايش حياتك بالعاهره ديالك في قصورك، ما فكرتيش باللي خليتي بنت مازال صغيره وراك كتغوت ربيها يخلقها في وسط الغابه. عرفتي كيفاش تعذبت ولدتهم؟ اكيد ما غتعرف ما غتحس، ولدتهم بالحجر والتراب والربيع، تحت ما كان معايا من غير ربي اللي كان معايا داك الساعه. كنتي تمنين روحي كانت كتبغي تخرج، كنتي في الجناح ديالك عايش حياتك، فيك كنتي تمنين كان ولادي غيموتوا بالسخانه. ها انا كتشوفني يدا كتضرب على صدرها، انا اللي كنت كنخدم وندمر باش نجيب لهم ياكلوا، انا اللي كنت كنهز الخلاشي ديال الخضره من الجنان باش نجمع الفلوس باش ما نخليوش بخصوصا من شي حاجه. فيك كنتي فاش خدت ولدك كنتي عايش حياتك في اللذات، ما عندكش الحق تقول ولادي، ما عندكش نهار تكون درتي شي حاجه من هادشي اللي درت على قبلهم ديك الساعه جي سولني. تخطعته وخلاته مصدوم وطلعت كتغوت في الدرج بسميته وما كتحل البيض من الجد. حلات الجناح ديالو لقاتهم ناسين بوحدهم، شيبس داير بيهم، الالعاب سقاطة، طابليات بجوج دي طابليات لجوهي مهطاح، وقربت لهم تحت معنقه في السرير وهو كان جالس كل كلمه كتزعود في ظنو. ولادو ولادو اللي تولدوا في غابه، شد راسو مزير عليه وطلقها بغوته. اما خديجه فكانت جالسة متوترة وهو كيمشي ويجي، والحامدي كيهضر في التليفون كيفرق رجاله باش يقربوا عليها، هو كيتراهد وكيسول فيها فين ممكن تمشي. كتقول له هي كل مره راه ممكن تكون في المقبره ديال عند الام ديالك، بقاو هكا كيحاولوا يعرفوا فين ممكن. تقالت خديجه انا خايفه يكون هذاك خطفها، ويقول لها سيمو شكون بابا سباتي زين العابدين الالماسي. عابد اللي بني خلام نهارا ما رجعت الله لها كيشوف ناسا بهدوء تعبين عليها. علاش ليلي علاش حرقتيني؟ كون خليتيه كنت غنكون اسعد اب، علاش تحرميني من طرف مني؟ باغي نسمح ليك ولكن كل مره كنتفكر جريمتك كنتحرق انا مقدرش. دار غادي بحالو خرجت الباب، حلات هي عينا حمرين وطاحت مع سخونة. ما تسهلش تعرف، انا بغيتك تحرق هكاك كي حرقتيني، انا بغيتك تحس بألامي كي حسيت نهار عرفتك مشيتي، خليتيني في الظلام بعد ما كنتي النور ديال العتمة ديالي. سمح لي عمرك تعرف باتي لبنتي بوحدي، انا انا اللي ولدتها، انا اللي نكبرتها، وانا اللي غنبقى محتفظة بها حتى حد ما عنده الحق ياخدها. فلتحت كان عبد كيهضر في التلي مع عماد، قال له عماد عبد وهي كتأديها غتندم، قول لي غير فين هي كنترجاك. علاش باغي تعرف شنو المشكل؟ كنصفي حسابي معاها. ويقول له عماد شوف عبد الله يرحم الضرب ديال بوك، قول لي فين هي. عبد هو يتنهد في الفيلا اللي في الخرجه ديال المدينه اللي حدا البحر. صافي واخا انا ما غنتعطلش، مشيو عند الطريق اللي كان واقف مازال كيشوف فيها كاسب كي معنقه ولادها مكنص عليهم. ونزل جاب قرعه الماء ورجع طالع دخل شافته يتخنزر فيه، شرب ياكي تخافيش بعد مني ما بغى منك والو، يفيق ولادي ويمشي بحالي. شوفي كلشي غنحلوه بالهدوء واخا، متخلينيش ندير شي حاجه ما تعجبكش يا مريم، راه عمرك تشوفيهم جرب كنقسم ليك بالله ما نخليك عايش. سمعتي ولادي ما تاخذهمش الا على جناستي، سمعتي؟ وحنا غنشوفو باغي غير الحرب انا مولاتها، ولا بالك غتخلع لي من النفوذ ديالك راك غلط، سمعتي؟ يلا غيجاوبو على التليفون ديالو. وي عماد يس كاين عندي هي وي هي ولادي شفتك شتك سكتي كنتي عارف ياك. قال له عماد من بعد طريق سمعني
اجي انت وهي ولادك الفيلا اللي خارج المدينه، حاول تزرب رغاله تما كاينه. قال له طارق واخا سيدي انا جاي. قطع هو يشوف غالة القهوة، يلا تشوفها راه دعمت. شافت وين تقرب ديك الساعة عند قاسم حي لا يدا وهز فارس. هزي أفنان، آخر مرة تبان عيني راني باهم. خنزلات فيه وزات أفنان فعلا ونزلوا ركبو ونطلقو. هاد الحامدي كانت خديجة كتعاود ليهم مازال، وي راه عابد هو السيد اللي حملات منو غالة. ويقولها سيمو سكتي متقيش تقولي هاد حملات، اش بغاني يطلع روحو؟ يقول له حكي الحمدي حكيم تهدد البنت كتعاود لي كاين الالماسي كنعرفوه مزيان، وانا والوالد ديال عابد الله يرحمه عشرة وصحابو لكن ولدو عمري شتو. تا كيطرطق السيمو على القبعة صميعة، ودابا جا الوقت نتعرفو عليها القرب. صورت تليت خديجة ديك الساعة جاوبات نعم نوال لقيتوها. اه واخا هاني جاية دابا 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 نكون عندك. ويسول السيمو فين، شاف السيم بغات تقول عند عابد رجع. قالت له رجعت للدار انا غنمشي غنوصلك ضروري نهضر معاها. ويقول الحامدي سيمو ماشي دابا. شاف خديجة عارف بلي القاوة عندهم من توترها، خلاتها تهدن. سيري انت يا بنتي شوفو راه يوصلك. شكرات خديجة وخرجت كتجري ركبات داها قالت لي حطها في الشانتي الرئيسي حطها وقفتها نعيمة وطلعو مطالقي الفيلا اللي كاينة فيها غالة. وخرج نعيمة هز باتيل غادية كتسكت فيها وكتلها البنت معاها ماماها ماماها كتبكي بماما ماما. غادا كتمشى تبعها لوطو سوداء مع قطعة الشانطي تا كيوقف على شي رجال. شكون نتوما؟ جرب فيهم واحد باتيل كتغوت ونعيمة ضربوها الراس طاحت فقدات الوعي. وهزو باتيل اللي خايفة كتغوت دخلوها سيارة وخلاو نعيمة طايحة. هما جالسين كاملين في فيلا عابد ومريم معنقة ولادها كترعب مازال بالفقصة. طارق ساكت كيشوف فيها وعماد كيهضر ويشرح ويبرر. تصونات تاليه دغالة في ديرها خديجة هزاتو كانت نمرة ممسجلاش دارت الهوت بارلو وجاوبات نازلة. هي منترج بشوية كتحس بالإرهاق. وصلت لآخر درجتها كتسمع الكلام اللي طيح لها المفركابي، كان صوت لويس اللي كيهضر. أولا سينيوريتا ليالي بون من الآخر خلاص الكلام كتعرفي هاد الصوت. هادي بنتك عندك ساعة غنجي لهاد العنوان بوحدك، جا وقت اللي غنصفيو الحساب الا ما بغاش نقتلو هاد الكتكوته الصغيره وهي كديري فيها مطوره. كلشي حاضين واي خطا تودي هاد البنوته تشاو. كلشي تصدم عابد كتساوت في ودنو بنتك بحال الصدى. وهي واقفه كترجف وترهد ما شعرهاش تلقات سرقه قويه بعتيل. لا دارو كيشوفو فيها بدات كتجري عند خديجه هزات التليفون عاودت كتصوني تشد الخط. الو الو شكون انت؟ الو شكون انت؟ فينها بعتين؟ فينها بنتي؟ شكون انت؟ ويقولها لويس او سينيوريتا بلا كتر الدراما بقات نص ساعه واش كتسمعي غواتها؟ يلا اجي قبل ما نغتصبها لك راني بيدوفيل. ولات كتغوت طارق كيحاول يهدنا وكتقول له لا بنتي خاطرينها بنتي من يدين وحوش انا كنسمعها بنتي راه مريضه بالقلب غتموت بنتي. كتشوف عبد اللي جا متقربات منه ونهارت على رجليه كتبكي. عبد عافاك عافاك عتق بنتي عافاك بنتي مريضة بالقلب بنتي صغيرة يلا عندها 4 سنين وكتخاف حتى شوف شوف بدات كتدخل وكتخرج في الهضرة. هي شابة وصغيرة عينها في حال عينيك هي كتشبه ليك بزاف هي مريضة مريضة. تجرت انا وهي شادة في رجله منهار عقلها ما كاينش. ويقول له عماد عبد واش بغا تقول والو راه بنتك خطفوها. قال له طريق بنتو واش باتي لبنتو؟ ويقول له عماد عابد كتسمعني؟ عابد كان مصدوم قلت شابه وعينيها كيفي واش قالت مريضه بالقلب؟ دابا هي على من كتهضر؟ مريم يدها تغوت راه كتهضر على باتي لبنتك عابد بنتك الصغيره ديك اللي هزيتي في البحر هذيك راه بنتك. ويقول له عماد ماشي وقت الصدمه عابد بنتك راه في خطر. يا تقول له غير عابد رجع ليا بنتي ما تعاقبنيش بعاب تشوف فيا بنتي مريضه راه اي صدمه ولا خوف غتموت بحسن جاني عافاك. واش انت داك الجنين ما نزلتيش؟ حركت راسها بلا شحال قاصحه عليك السهامت عندك بنيه كي الاميره. وقف دون ما يتكلم غادي سابعو طريق كيهضر معاه عماد. وقعد هنا معاهم لي رجعوا كلشي غيتحطوا غتفرقع الرمله وبقى ما يتخبى. وخرج لبرا
كيتنفس بالجهد، حاس براسو مخنوق باغي يغوت، فعلا داك يغوت. تا قال له طارق عابد، راه كنا محروقين، انت عندك بنت وانا بين ليلى وضحى قبل تويز، خاص نعتقو بنتك دابا. هي الاول راه مريضه. عابد الشرار كيخرج من عينو، جيب لي العنوان ديال داك الشماته دابا. العنوان هو في طيلي، خاص غنتحركو دابا. هزو شافو، يا لا الصدف، العنوان قريب منهم. هز التيلي ديالو دوز الخط. ماريانو عندك 4 دقائق، نبغي هادو اللي في العنوان كاملين يتصفاو ليهم. واحد خليه سميتو لويس، تنجي قطع وصيفط ليه العنوان. عابد ويشوف، شوف تحدى تحرك، تجي غتكون خايفه. ويقول له طريق امين جاي في الطريق، راه سبقني يلا. ونعيمه في طرغه على كانت شدب وتغوت ومصطفى شاد راسو. وقلتهم كتعيط، الو مريم وانتي علاش ما كتجاوبيش؟ علاش شتي فين نتوما؟ راه مصيبه واقعه، راه مصيبه في خباركم. منين ما ها ولي في خبارك لا ساكتين. واخا واخا صيفط عنوان لعمك مصطفى. يا تقول نعيمه اشنو لقاوها؟ واش لقاوها؟ جاوبيني. وهذاك الشيء اللي كنا خايفين وقع نعيمه، راه زين العابدين عرا بنتو غاله. اويلي تسمع الدقان في الباب الشاد، ناض وقفو كيجري وحلات نعيمه. تا كتلقى واقف قدامها سيمور الحامدي اللي محرج. سمحوا لينا. ويقول سيمو بغيت ندوي مع غاله، هيطو لها ولا ندخل. زاد من سيارته كيلقى امين واقف ويتمشى داخل. النار شاعله فيه، كيتسمع غواز بنتو كتبكي ومع طارق رجالو. سبقو دفع الباب كيلقى مجزرة، الدنيا عامرة دم، كلشي مقتول، وباتيل كتبكي. هزها الكارد ديالو كيسكت فيها. دارت بعويناتها كتشوف فيه، وانا حس بقلبو ضرب قطعة منو. الطفلة ديالو الصغيرة بدا كيقرب بهدوء، شافو لويس صدم من قوة الخوف، تلقى في حوايجو. هذا بو هزي العابدين وما كانش في البال، قرب ويشوفو. شافتو مدات يدها بسرعة، جرة خاشية فيه بحب وشوق. وباتي نطقت بعويناتها مدمعين، بابا. ديك الكلمة ديال بابا شحال فشلاتو، ودورت يدها عليه خايفة. هدنها ويضحك امين، الحمد لله لقينا بخير. يقول له عبد، بابا سيدي عند مو طارق نجيب واحد الحاجة ورجع صافي. جا طارق هزا مخرج دغيا، وتبعو امين سدو المستودع وطلعو للسيارة. طالق المزيكا على جهد، عارفين اش غادي يدير. دار هو كيطرطق عنقو، قرب من داك لويس كيحس بملاك الموت واقف قدامو، عارف ما غاديش يدوز عليه بالسهل. ولا كيتفتف وكيطلب فيه، ماما ما كناش عارفين بنتك تسيل المهسي. غيقول له عبد، اش قلتي؟ كلشي نسى بيدوفيل ياك؟ تخطى كيترعى حتى تسمع مين شر الاهلي خدمو، اكيد ديما حاضر معطلوش. بلا ما نهضر نعاود هاد التفاصيل، لانهم تفاصيل دمويه ما كاينلاش. جا الكارد كيجري جابلو شنو بغا، رجع ثاني كيكمل عليه. فرتو فرتو نيت، عاد وقف كيمسح يدو. واش كلشي يتحرق؟ حتى حاجه ما تبقى، كلشي ولي رماد. قال له ماريانو، واخا سيدي رجال من هادو، رجال الشرقاوي البوس ديال اسبانيا. عابد ويشوف فيه، شوف تحدى، قول لي جبتي النحل على راسك فاش وصلتي لبنتي؟ حسب روحك في عداد الموتى، ودير اش قلت لك، كلشي يتحرق ما تبقى حتى حاجه. قال له اوكي مستر الماسي. خرج كيمسح يدو، نقاها، حاول يبتسم حيت طالها ليه بزاف. قرب من السياره حله كيلقى امين كس مجلسها فايقه كتفرج في التيلي في الرسوم. هزات راسها كتضحك، سوف سوف برانسيس فحالي. ضحك عابد بالم، عنده بنت كتبان بحال الاميره، اكيد مو غتشوفها غتفرح بزاف. اجي بابا اجي اميرتي، انت عارفه راسك شكون انت؟ انتي باتيل الماسي، اميره ديال الماسي. والزمع نقى كانه خايف يكون كيحلم. ويقول له طارق، يلا نمشيو من الصباح، وهي كتسول على ماماها. امين ويقول له، فرحت ليكم وليتو اباء. سمعوني دابا، حاولوا تجمعوا شملكم، بالخصوص انت طارق، راه توين تفاجتك. قال له طارق ان شاء الله. حل باب السياره وركب معاه، خلا سيارته تجيبوها الكاز ونطلقوا. في الفيلا كانت ناعسه فوق الفوطي، كترهد بالسخانه، الجرحه تحلات كتنزف. وحدها البنات، امها ومصطفى، كلثوم سيمو الحامدي ونعيمه، كتندب. اضطرت تكذب، قالت لي ناعسة وما قادتش تهضر وصد راسو. جات نتقالة، بنتي بنتي جيبوا لي بنتي، فين باتيل؟ قالت لها انا ولا راه قريب يوصلوا. قالت لها مريم ما تخافيش راه لقاوها. يزقو نعيمة غالة، جاوبي ماماك شكون ضربك؟ مصطفى يقول نعيمة راه ماشي وقت هادشي. و
وهضر فارس ماما فين باتين؟ قالت له مريم قريبة هادشي صافي تسمع صوت السيارات حاولت تنوض نط كتجري تبعينا كتعسر وتنوض تنزل من السياره هازه كتضحك بنت لي خارجه غاله كتغوت بسميتها كتقول لباتي مامي حطوت مشات كتجري في الطريق لعندها جلست غاله الارض كتشهق تلحت على معنقها كتضحك وما كيشوفوا فيها حياتي بنتي هي كتبوس فيها ضربك ها قاسك خفتي حبيبتي صافي ما بقاش غيخلعك صافي مامي علاش كتبكي تراني على جات القفقافة ديال البرد مع السطخيس مع الخلعة مع المرض مع الأعصاب يتقول لها نوال خديجة دخلي باتيل والدراري باش ما يتخلعوش راه غالا غطيح تاني طلقات من بنتها اللي تزازا خديجة دغيا والدراري ما فاهمين والو شي بدات كتغوت ربي اللي خلقها كدر في راسها كلشي تصدم كيشوفو فيها ما فاهمين والو والبلاد كيشدو فيها والو كتعوج كاملة ولاو فيها الأعصاب ولات كطيح بيهم ومريم كتغوت بسميتها وميسميتها وكتطلب منها انها تهدن ولكن هي صافي ونهول كتسول واش الدواء هازين ولا ما هازينوش تقرب منها كيشوف فيها شادين هو يغوت طلقوا منها حيدوا البنات نعيمه اللي دموعها شلل قربوا جلس حدا جرى الحضن بقوته كامله واخا كتجبد وكترك الحكمها مزيان صبر الضق اللي كضرب فيه عاد ويد قيمه يلا يلا دخلوا خليهم حركوا راسهم ودخلوا كاملين قهوة وياها اللي بدات كتهدن بشوية بشوية ولكن حالتها حال العقل بحال ما كاينش معها بقات حتى تهنات غالة في الحضن ديالو في حضن الانسان اللي عذبها حبيبها اللي كتعشقو اللي حرقها وخلاها بقى كيدوز على راسها بحنية ما يقدرش يشوفها كتهدب واخا يقصها هي خد ربها بالرصاص كان حاقد عليها ولكن من عارف انه ما حيداتش ولده ديك النار وداك الحقد طفاو من جهته في قلبه وابتسم بشوية دابا هو عنده بنت ومصدقش ديك الغزالة ديك الشهبة بنتو باتيل وليت ابا باتيل سميتها زوينة حاول يوقف وهزها مدخلها غايبة على الوعي عشافتو باتيل جرت كتجري عنده مامي طلع هابط طلعت كالفارة تبعو في الدروج دخلها الغرفة حتى وجلس كتبان لي باتيل جاية جهته مقربات وهزها وكتبكي قربات نهتات حدا ماما كتقول له نيني نهتات حدا معلقها مخشيه فيها وبحكم السرير كان واسع حيت صباطو لافيس ديالو ودخل حداهم كيشوف فيهم معلقها واخيرا جمع شملهم فلتحت كان امين هاز افنان طحلي العجب مازال ما مصدقش ويقول فارس دابا ماما داك الراجل بابا تباتيل قالت له مريم شكون فارس هذيك اللي سخالته غاله يتقول الافنان ماما انا بغيت بابا ويقول لها طارق افنان اجي عندي بابا مشات عندو قهزة ويقلصها الا قلت لك بلي حتى انتي عندك باباك يا تفرح بصح عمو بصح فين بابا الا قلت لك بلي انا باباك ويا تفرح انت بابا سولو فارس هو نفس السؤال بدات كلتهم كتمس الدموع موسى ولدي باباك موس باباك يالله يا تقول مريم ماما اش كتقولي واش حماقيتي كلتهم يا تنطق بالدموع افنان يالله بنتي تاتي بوسي باباك يالله دورات كلتهم وجهها كتبكي مريم ما باغاش هادشي وقفات كتحبس الدموع كتشوف ولادها دغيا جراو لعندو سمحات فيهم وخرجات وطارق مع النقم كيشوف فيهم افتخار فارس وافنان الدحماني نتوما الاشبال ديال الدحماني في خباركم جدكم سعد غيفرح فيكم بزاف من اليوم اي حاجه بغيتوها اي حاجه غتحضر قبل ما تقولوها غنعوضكم على كل شيء امين بدا كيضحك مبروك عليك والله الا فرحت لك وليه ولكن بقات ليك في ماما وصحاب لك بهاد السؤال غتسمح ليك قال له عيما داخل اللي ما عرفاش داز عليها اش غتعوض الله يهديك ياك ما لقيتيها كتعبي وانت كتشوف ما شاء الله كي دايري حويجات بقا انتين دقيقين تبارك الله كيشعلوا قالت له نوال مريم راه خدامه في واحد الكافي صالي راه كتخطو كامل عليهم ومعاونه خويا وانا كذلك هي تقول خديجه الهضره بزاف وسكت حسن ونعيمه وخنزره تي بدات من الاحسن تدي داك الدلقوش بخطره تي اش وصلك لولد مسعوده ها اشنو درتي خالتي كنت خايفه والله ما قصدت شي حاجه كان يسحب لي غادي يلقاها مع يلقاها معايا قال لها مصطفى ماشي مشكله نعيم هو صافي سكتينا اسيدي مشكله وكبيره ما تدخلش اسي مصطفى في هادشي خليك بعيد بركه غا هذا يا تقول كلتهم ماجده ما قلت لها والو ما بغيتش تشوش عارفينها كاينه في قنيطره ما كاينلاش نخبروها ماما مريم تقلقات غنمشي تشوفها قال لها طريقه خليك انا غنهضر معها
وقف كيقاد حوايجو وخرج. كانت واقفه كتمسح دموعها، توقف وراه عرفات وغامر ريحتو. شنو باغي؟ لا جاي عندي واش مبقاش لي بكي في خاطرو؟ شوفي بنت الناس، هي تقول له بسيطة بقيت شاهرة وليت بنت الناس. مريم هي الدور عندو، اي كلمة قلتيها ليا مازال محفورة هنا، اي حاجة قلتيها ليا مازال عاقلة عليها. وكرامتي صدمتي عليها غير متي بها الارض، دمرتيني وعارف بلي غلط سميتي، ما عارفاش مناش مريت، ودابا ما باغيكش تعرفي حيت داكشي حرقتو مات. دابا بيناتنا وليدات لازم نجمعو شمل. واش قلتي باش نكون انا وانت؟ لا مستحيل، حيت الكره اللي كنكرهك مازال حتى الساعه كيحرقني. ولكن ولادك من غدا دير ليهم وراقه ورجعهم على سميتك، عطيهم حقوقهم، انا ما غنحيدهمش ليك. ولكن باش تاخذهم مني؟ لا عمرك تحلم، قسم ما بغيتي تجي تاخذهم يدوزوا معاك الوقت ماشي مشكل، ما تحاولش تاخذهم لي حيت غتندم. واحد الشيء اللي كاين تخطاتهم وخليها غير كيشوف كيتسمع في هضرتها. ورجع تابعها، شاف فيها جلسات وبين في وجهها مهمومه، وجلس هو جا عنده فارس هزو في حضنه وعنقه فرحان. اما ساره كتمشي وتجي في بيتها والتليفون في يدها، صوناد غير شداته، فين فين كاين؟ قال لها فاروق كي متوقعين سمعنا امين ولقينا كاين في واحد الفيلا خارج المدينه. هذا شويه ديال الوقت نزل عابد فاش نحسات غاله، وقال الشافيه موج مع يديه كيهضر، يلا هضروا راني كتسمع، بغيت نعرف كل شيء. سمعتو كل شيء ما تخبيو حتى حاجه، شو طول في 4 سنين الى يومنا هذا. يلا يا تشوف في نوال وسرحات بعينها كتفكر شنو عاشو، وسرحات بخيالها لديك الليله المشؤومه تفرع الباب وهزو عيني ومخلو عين. مصطفى بدا كيغوت، جريو جريو البوليس هنا يلا البنات ما بقاش الوقت تحركوا. جرات مريم وغاله وتبعوه، نزلوا من الدروج الاخرين. اول مره يشوفوهم لقاو نعيمه وماجده فقط دخلوا لواحد البيت سدو كيقفقفوا، كيسمعوا البوليس نازلين تابعينهم. دفع مصطفى واحد البلاكار وبين واحد الباب، جبد السوارت وحلو ودخلوا منه ورجع سدو من الداخل. كان ممر ممر طويل كيخرج للور ديال البار، خرجوا الريح كيطير شعرهم. لقاو طوبيلتو ركبوا عفطو عفطو وحده، ما دارش موراه، كانوا مركين على بعض شي مخشي في شي. شافوا ماجده كتبكي، وصلوا للبارطمان وطلع مصطفى وماجده دغيا حلو هاز الحوايج اللي غادي يحتاجو، وتبعتهم نعيمه وخديجه كيجمعوا داك الشيء دغيا على اللي قدو. هرسات ماجده قفل الخزنه، هزات الوراق والذهب ديال شي رهان والفلوس، كانوا تما 3 مليون، وزو حوايج كاملين رحلو والوراق الملات اللي عندها. نزلوا دغيا حطوا داكشي في الكوفر وعطاو البنات شي حاجه لقدام باش يحطوها عندهم. غالا غاساك سيده مازال فيهم الدم، دم هذاك اللي قتلات، وعفتاني مصطفى هربانين ما عارفين حتى فين غيصدو. رجعت سكتت نوال وكملات مريم اللي دوات بحرقه. كان عقل كانوا البوليس تابعيننا، صحاب عمي مصطفى علمو بلي البوليس كيقلبو عليه حيت لقاو الحشيش في بيتو. وتم عما يتعيط لي واحد صاحبو كاين قريب، صراحة عمر نتو خير مشينا واستقبلنا خلينا دار. غالة كانت ما كتهضر ما كتتكلم، الصدمة لعب عليها. حتى واحد النهار كانت جالسة في البيت وحدها كتهضر كي الحمقة، بحال مني سير ما قتلتكش، خرج خرج من عقلي بركة بحال حتى كيدخلوا عليها. نعيمة وماجدة كيهدنوها، انا نعيمة ما قدراتش وهزات يدها ترشتها حتى شهقات غالة بحال لوعاتها. سمعيني غالة سمعي ليا، شوفي فيا ما ديرش هكاك، راه كتادي روحك ونروح لي في كرشك. يا تشوف فيا انت حامله، انا ما خليتش الطبيبه تحيدو لك بالسيده، وعطيتها 3 مليون باش تخليه، بغيتك تقتلي ولدك وتندمي. كتعرفك ماشي فوايك، هانتي انا ماماك، واخا ما كتحملينيش انا باغاك، ديريني في جنبك فرغي داكشي اللي في الداخل ديالك، غوتي عليا ضربيني انا ما يمسك خاله. غلوية تشوفها مصدومة، حاملة حاملة، علاش تخليه؟ علاش باش يفكرني فيه؟ وسبابي وسبابي كنكرهو كنكرهكم وكنكره حياتي وكنكره النار اللي عرفتو فيه. علاش ويا تعنق نعيمة منهارة، دورت يدها على ما مزير على كاس بقمها، وخا بسبابها وصلت لهنا بكاس في حضنها فرغت داكشي اللي في داخلها، بقات معنقة تاتا الناس وماجدة معاهم. ودازو يومين غالة ولات شوية
حالتها تحسنات، كلات دوشات، وجا النهار اللي غنحددو مصيرنا. وقفات مريم على هضرة خديجة، جمعنا كاملين، كان عقل، كانوا 12 ديال النهار، وجلسنا معانا عمي مصطفى هضر وشرح لنا كل شيء. قال لنا باللي ما كاين ما نخبيه لكم، زارت المدينه وسقسيت وبحثت، وقالوا لي الناس اللي عارفين اخبارهم صحاب الحناش شاف غالة زين العابدين وعائلتهم مشاو لخارج البلاد نفس الليله اللي وقع داك الشيء. وطحت مع بابا من عيني غالة ما هضرت ما تكلمات. وكمل مصطفى كلامه، سمعوني مزيان، من هاد النهار باغي نبداو من جديد، غنكون عمكم وباكم وكل شيء. طريق الحرام ساهو، اشنو قلتوها ماجدة؟ ماجدة وهي تنطق بالدموع، ويلا سمحوا لي البنات وبغاوني وفسطهم غنفرح، انا ما عندي حد. عنق سنوال ونهار سمعت بالبكا، دوز المعقول نعيمه. نعيمه مصطفى قدام بنتك والبنات انا باغيك الحلال، ومداو من الاول اش قلتي يا بنت الناس تقبلي بيا؟ راهي الشوار لبنتي غالة، اش تبغي يا بنتي؟ يا تقول غالة علاش كتسولني؟ فرصة وجاتك توبي صافي، كوني معها غا بنت الناس. وراني سبتها بنتي انا قابلة سيدي مصطفى مزيان. العدول غنعيط عليه ورق كنعيمة عندك ولا كارتو جديهم شوية ويجي. وخا سيدي مصطفى. يا تقول مريم، مريم دابا جا وقت لي نهضر، يا تشوفيهم حنا غنمشيو نعروس عند ماما. قالت لها نوال وبابا نسيتي واش تطيتي؟ سمعوني حنا غنطلعوا لبني عروس تما حتى واحد ما غيشك فينا. قال لها مصطفى واخا حتى هذا حل مزيان. خرج مصطفى والبنات وقفوا قادو ديك الصاله وجدوا اتاي وغالا الحرقه دعام تشهله فيها العافيه. توصل العدول جلسوا، جاو شي جوج صحاب مصطفى 10 سنين كتبوا كتابهم، وولات نعيمه مرات مصطفى، وركبوا انطلقوا شادين الرحال بني عروس بالليل. طرق صعيبة والليل والجبال والحجر، كل ما كان مصطفى محترف كون قلبهم جوج ديال الليل. كانوا وصلوا للدوار ديال مريم اللي سنين ما جاو. وقفوا ديك الساعة الرونو كتبرد لها كل شي ناس، نزلوا البنات وقربات مريم أخا خايفة من باها زعما زعمات وكتدق وراها نوال. تكملت كلتهم الهضرة ودوا نازلين، كنت كنسمع الدقان في الباب وقلبي تهز، ياك ماشي مشكل واقع. كان عقل نض حتى ولدي رضا شعل نضو وحنينا الباب. شكون شكون؟ تا كيبانو على البنات وشهقات من قلبها، مريم نوال بناتي. وبداو كيغوتو ماما ماما ماما، طاحو معلقينا كيشهقو في حضنها. قرب منهم خون كيعلق فيهم ودخلو كاملين سلم رضا على البقيه وحتى كلتهم. والبنات خايفين من با وما كيقلبو ولا يخرج ليهم شي قنت. والله يا بنيتي بنياتي بمشيتو ما خلى رضا فين قلب عليكم، قالوا لي هربتو. فين بابا؟ سكسات كلتهم كتنهد وطاحوا دموعها. وباكم عطاكم عمرو 5 شهور هادي. شحقوا البنات كيبكيو بالم. عاودت ليهم كلتهم انو عضات وبسكه حلش في الغابه خلاه كان في البلاصه السم انتشر فيه وقتلو. وبكاو البنات كيبقى باهم. وفرشات ليهم كلتهم ينعسوا حتى الغدا ليه ويفصح. وصبح الصباح فعقوا لقاو الفطور واجد وجلسوا، وكلتهم كترحب بهم وتعاود. ما سولاتهم ما والو، ولكن لحظات غلعة صفرة بزاف ومريم بنتها كرشها في شكل. فطروا وخرج مصطفى مع رضا، دري كبير شكون عنده ديك 27 سنة باين فيه درويش، حرق الخارج وما كتبش ورجعو. قالت لهم كلتهم دابا عاودوا ليا في كتاب ناسي. وسكسو كيشوفوا بعضياتهم، بدات كتعاود نوال مع كل شيء، عودت لها على كل شيء بالتفاصيل. وكلتهم كتبكي مصدومه. قلت شوف مريم، الله يا بنتي الله اش وقع فيكم، كلاوكم الديان ولاد الحرام حسبي الله ونعم الوكيل. نصيبه ماما، حنا بغينا نطفيو الصفحه نطفيو الصفحه نبداو صفحه اخرى. يا تقول غالة الا قبلتي علينا خالتي. نعيمه هي دوات قالت لها وسمحي لينا. قالت لها ماجده خيرك عمو الله نساو الدار داركم، ونهار كبير هذا عندي وخا وقع لي وقع بناتي ما نلوحوش بركه اللي عانوا. مريم بنتي. نعم ماما. شحال من شهر عندك يا بنتي؟ راه كرشك باينه. خرجت عينيها مسات كرشها، فعلا هي ديما كرشها كتبان لها بالفوخه كتقول مصران. قالت لها نوال انتي حامله مريم؟ لا ما حملاش، مستحيل غير مصران هذا. ويلي لا، بدات كضرب في راسها وهدنوها دخلوا على البيت. مشات كلتهم عيطات القابله مرا كبيره وكتعرفها ثقه، دخلت لعند مريم اللي كتبكي وسلمت عليها وجلسات ديك الساعه
وكلته مغا كتهدن غاسكتي خالتي رحمه ماشي مريم زوجو هادوك الناس لواحد الشمكار تكرفص عليها وطلقات وهربات ولقات غا هاد الناس يوا بقات عندهم تجابوها قالت لها رحمه اي ما على الملعوقه ما تسهل شي واخا يلاه خالتي رحمه قلبها قلبها شاكين حامله بالفعل قلباتها ومريم دوره وجهها كتشهق ايوا اش ماشي نقول لك الحبيبه مريم حوبله وبشهور تكون عندها ديك 5 شهور ولا 4 شقات كتبكي وخرجات وخلاتهم غا كيشوفوا ورجعت مريم كتكمل هضرتها والدراري مصدومين من غير عماد اللي كان ديجا عارف ما كنتش عارفه عندي تميز ولكن حسيت بشعور فشكل شي روح كتكبر وانا حاسه بيها وعاد روحي عهد روحي نحبي ولدي ولا بنتي وربي وعمرني فكرت نولد من نتيجة اغتصاب بغيت وقما نشوفهم دازو ايام وشهور وغلا كانت مريضة ضعافت بزاف ما كتاكل والو كان حما خايب كتقي حتى كتقي الدم عكسي انا عانات بزاف وكانت كرشة صغيرة بحكم ما كتاكل والو كتشرب عصير ليمون باش عايشة فقط وصل شهري ولدت انا ولدت تمام ولدت في الغابه فين كنت خدامه وهزوني للدار وغسلات ماما وخالتي نعيمه الوليدات ونقاوني وشديت فرحانه بهم ودازو 7 ايام ودار ليهم اسبوع على قد الحال وسميتهم فارس وافنان وبعد شهرين شافت في عابد جا وقت فاش تولد غاله كان عقل كان الشخيط من السما شدتها زحمه خايبه بزاف وشات ماما جابت القابله من دور اخر رحمه ما كايناش ما قدرناش نهزوها للسبيطار مصطفى وريدا كانوا مشاو للمدينه حتى واحد ما بغى يعتقنا حالتها كانت خايبه تجات جات المراه بداو في عمليه الولاده وقال لك صوت المراه كتقول لها دفعي دفعي وحالتها حاله وقال لك كتزحم وكتغوت وكتدعي وبعد عده محاولات نزل الولد زرق شافت فيه القابله وسخفات هي يا تقول ناعمه شنو اختي مال بنتي الولد مالو علاش كتنزف اش درتي ليها المراه وهي تقول لها وعيد نقول لها تسحب الولد مات وما يمن اللحم اللي زرق من فوق بلي مات يومين في كرشه والنازف ما عندي ما ندير عيطوا للاسعاف راه ما نقدرش انا نمسها بدات نعيمه غا كتويل قربات كتجري كتضرب فيها زاد خلات كلتو بالماء سخون كان الجو شتا الرعد وكيتسمت يسمع الصداع في الجبل البعيده وبقات هكا بقات ليا وداك الولد كتضربو وتعاود تصوصو وتضربو وتعاود حتى سمعات صرخات مولود صغير تشبت بالحياه عاد ضحكات كلتو عاد عرفو بلا باقي حي والنزيف ما بغاش يحبس الغلا بعد ما غيبات والبنت كتبكي وحتى هي كتخنق وهضرات ناعمه واخيرا مع مصطفى قال لي حاولوا تهبطوها تلاقاو في الطريق لتحت وداز شويه الوقت وجاو شي 5 دراري صحاب رضا هزوها في ازار وزات ناعمه البابي وماجده صاك والحوايج وناول وخديجه هزه البيل وبقات مريم مع وليداتها وكلتهم كيجمعوا الرماحين ونزلوها في داك الشتا والرعد والغيص ودوك اللي عاونوهم عمرهم ينساو خيرهم بسببهم تعتقات غالة وصلوا للشانطي الرئيسي لقاو سيارات الإسعاف يلا وصلات مصطفى عيط لشي طبيب كيعرف في لاكلينيك هزوها ليرجونس بطنجة مع نعيمة والبيبي والبقية ركبوا مع مصطفى مبقاش هامو وشرو شرشي مهم كيشوف غالة راه كضيع وصلوها ديريكت الانعاش والبنيه كذلك كانت كتزرق ودوزت 4 ايام في الانعاش عاد البنيه ولات بخير عاد خرجوها الغرفه عاديه مصطفى تكلم بكل شيء وعرف من صحابه قضيه طمسات وبقى تحضر وشارشو باللي داك اللي ضربات غلا صدق ولد الشرقاوي بزناس كبير في اسبانيا ودازو ليام وبراو بجوج تما خرجوهم ورجعوا لبني عروس بعد ما تقضوا كل ما يخص الفلوس اللي كانوا عدوا بخسرهم على غالة باش برات وعلى باتين اللي عرفوا بلا مريضة بالقلب هز عابد راسه مصدوم من هادشي اللي سمعه شحال تعذبات فين كان هو فاش حبيبته وبنته كانوا كيعانيو وسمح فيها ونسى العهد والوعد اللي عطا بسببه عاشت هادشي كامل وحس بالندم ندم بزاف كملت نعيمه الهضره داز عام ودار الوليدات عام واحد النهار قررنا انا ومصطفى وماجده غنمشيو لكازا فكره مزيانه وطحت بالي بلي نمشيو لداري فين كنا عايشين انا ومجيد انا كنت مراتو وليت ارملتو اذا نضر من حقي قلت ليهم اش كاين غالة في الاول عارضات قالت نمشيو لسلا ولا بكلاس ولا فاس ولكن مصطفى قال كازا فيها شي معارف ديالو باغيني الخدمه معاه اوزينا الباجاج ديالنا وقلنا مشينا
وكلثوم وريدة معانا وجمعات الفراش كامل، خلات غير شي حوايج شدينا الحال الكازا. عازمين نبداو حياة جديدة، ولينا عائلة كبيرة. أول حاجة درت دزت عند عائلة مجيد حيحت عليهم، وهمتهم باللي جبت البوليس وكان غا خوه وختو وخت أخرى مو ماتت. شافو مصطفى وريدة قالوا البوليس جمعو طلعو، والحمد لله الدار ما بيوعاش. عطاوني ورقة اللي صورو وصورت ومشيت. وأخيرا وبعد سنين حطيت رجلي في الدرب في داري، راجع نجمع شملي أنا وبنتي وحفيدتي لدار مجيد اللي كانت من ربي يسمح له ويسمح لي. خليت وخليت بنتي. نزل مصطفى مع رضا والبيكوب اللي جا معاهم فين جابوا الحوايج والصدادر كل شيء الدرب عامر. قربت نعيمة من باب دارها كترعد كأنه خايفة تلقاها جالس. تقلها مصطفى نعيمة حلي، طاحوا دموعها وحلت الباب. سمى الله كل شيء دخل من غير غان اللي كتشوف دار مسعودة مسدودة. تقدمت ناحيتها مسات الباب شوية وعينها دمعو وغدرات. مسعودة حلي الباب، حلي توحشتك بزاف. سيموها غلا رجعت، غلا وتك رجعت، ولكن نتوما فين فين؟ بقات واقفة كتسنى بحال كتسنى شي واحد يفتح لها الباب. ديك الساعة سمعت الجارة وراها كيطالو، غنهارت كلشي شهق كيشوف فيها مصدومين. واش مازال عايشة؟ تخرجات نعيمة وعيطت عليها، غالا بنتي اجي راه باتي كتبكي. مسحات دموعها ومشات جهة دارهم. كتشوف بلاصة فين غدرو باها مي كانت في عمرها 7 سنين، عمرها حطت رجليها دابا عمرها 17 سنة. عمرها كانت كتخيل شي نهار ترجع لها الدار، شهقات ونهارة بالبكا وجلست في الأرض. ونعيمة ساكتة غا كتشوف فيها تغوتات. غالا اش كتشوفو؟ اش عمركم شفتوني؟ انا غالا عقلتو عليا؟ غالا بنت مجيد، غالا غالا اللي خالها السيمو ومشاها لي رجعت. هل رجعت؟ رجعت فين كبرت؟ اشنو ماشي من حقي رجعت للضربة؟ قالت لها نعيمة تدخلي يا بنتي ادخلي، خليني بغيت نبقى هنا. وقفات ومشات جلست في العتبة ديال دار سيمو وجمعت رجلها ضامة وملية كتعقل الصيف اش كيجلسو هي وياه حدا الباب، ومسعودة كياكلو الزريعة كيبقاو فايقين حتى لشي وقيتة. كتعقل مي كيكون كيحفظها ماشي قليل اللي دوز معاه. علاش بقات جالسة تما شي ساعة؟ أما البلاد دخلو الرحيل سيقو حيت جابو كلشي، ساسو البيوت نقاو الدنيا كلشي خدام من غيرها هي اللي جالسة تما خلاو عارفين جو روحو عاد رجعو ليها. رجعت للدار نقية ودابا غادي يرتاحو. واستقرينا الحمد لله ودوزنا شهور. مصطفى خدم مع واحد الشركة دبروا ليها فيها بصالير زوين ديال السلعة شيفور، قاضي غرض وعندو صحاب رجولة. ودبر معاه لريضة خدم معاه وسط الوزين، وماجدة خدمات سربعية في قهوة فوق البحر معنا وائل وخديجة. ملقاتش بقات كتقلب شحال عاد لقات باسيسري. وغالا ومريم مشاو عند واحد السيدة لقات ليهم خدمة في مرجان. نعيمة وكلتهم قابلين الدار من جميع النواحي، الصابون الماكلة الوليدات كل شيء. وتقادت المعيشة الحمد لله. دار مين مع الزمان عمرنا تخصينا، كل واحد كيحط حقه. ودازو شهور وبالضبط 2 عامين ودبر مصطفى الريضة في كونترار اسبانيا يمشي خدمة تما. ودعنا بالدموع حيت فضلوا علينا كتير. وقاد البنات الوراق وشحال من حاجة كان قاري، وعاونهم في شحال من حاجة. كان خوهم الكبير عمرو خسر ليهم الخاطر، حنين وراجل الزمان حاضنهم تحت جناحه. ومصطفى الله يخليه لينا تاج راسنا بسببه تغيرت حياتنا، ما خلاناش أسرني وحافظ علاش منا. هادشي هو اللي داز علينا في هاد السنوات الصعاب الالماسي. فاش كنتي انت في قصورك وصفقات بنتكم ما كانوا كيتعذبوا، عانوا في البرد وشفتي الظروف اش دازوا منها، باش من وجه عندك مازال تشوف فيها. انطق عابد بخور حرقه وغالا عانت من شي مضاعفات. قالت له مريم فقر الدم والاعصاب في المعده وباتين مريضه بالقلب، مازال ما درنا العمليه كنجمعوا عليها حيت 10 ملايين. قال عماد ودابا اش غادي تعوضوا الدراري؟ اش غادي تعوض عابد؟ اش قال له امين بون ما عرفتش اش نقول حيت صدمت مي اللي نقول خاتي نورا غادي ترفع بزاف فاش تعرف هاد الحفيده. ياز قلنا مال ديك اللي في عابد دات نهار شفا ما لحقتش عليها. قال له عماد هذيك ماشي ماما تعبد، هذيك راه نسيبت ولي دارت داكشي وراه تخلصات. ويقول طارق انا كلثوم انا كنطلب الصباح بزاف منك،
حضر راسو ساكت هي تقول له قلتهم واش غنقول سعاديتي بنتي حملتيها وزتي في خبارك كون باه كان عايش راه ما يقبلهاش تدخل عنده ويلوحها دابا كل واحد جاز على فعاله هي تقول له نعيمه شوف عابد عطي الغلا التيسع صافي بركه انت خليتيها وبنتك هي شوف في اي وقت ولكن طرق بنتي فرقها عار الله عار الله بركة نستع ما تخربقش حياتنا بركة غا سيمو اللي جا هو جا ما يفكنا معاه ويقول له عبد شكون سيمو قال له عماد حكيم الحامدي ولد الحامدي ويقول له امين واش دخل الحامدي ولدو في غلا كانت واقفة وراهم هزة بنتها هضرات برد وجهها صفر سيمو هو الدري اللي رباني وجلس معاهم وخلاني كي خليتيني انت ازي العابدين دارو كيشوفو فيها واقفة وهزة بنتها كنظن كلشي عرفتيه دابا وبنتك وعرفتي الساو ما كاين حتى حاجه تشفع عليك عندي تحرقتي لي قلبي حرقتي حرقتك حرقتك باقا هنا حرقتي بنت تعلقات بيك حرقتي قلب مراهقه شافت فيك كل شيء وخديتي مني شرفي وحياتي وخديتي براءتي وقف ويتقدم ناحيتها كيشوف فيها وقف مقابل مع ويضر باغي تمشي اوكي ورا الباب ولكن ديك اللي هزه في يديك حطي عاد خرجي حيت باش نخليك ديباتي الالماسي مستحيل نخليك تاخديها خرجت عينيها مستحيل يد زير على باتي ديرها بنتي سمعتي ما عندك حق عليها شوفي غلا ما قصدتش ولكن باش تديها وتحرميني منها ماشي الخاطر خليتك واش كنتي عارفه اش واقع ما عارفه والو ما عارفاش تسمحتي فيا ودابا يلا عملت لك باتيل لو كان رجعتي وقلبتي عليا كنتي غتلقاني تحرقتي قلبي كنقسم لك بالله وتاخذ لي بنتي غنقتل راسي ونحرق ما غاديش تاخذ على الجثه ديالي سمعتي غلا بلا كثرت الهضره باغي تمشي سيري لكن باتيل غنديها تتعرف على جده وعمتها وعائلتها مستحيل ما بغيتش نستعمل معك العنف غلا عارف من جدتي واش يدك بحيت انا ضحيه ولكن القدر ديالي وظروفي وغتجلسي هنايا غتمشي معايا عند العائله عند الوالده قالها وسكت اش كمل عابد ومراتك الله يخد فيك الحق سمعتي عمري يسمح ليك بدا كي صوتو كي يصفر معها صافي شاد جبهتو كي ماصيها ما باغيش يغوت عليها ما يزيدش يكفسها وتخطات وخرجت كتزرب تلحقوا على البنات امها وكلثوم مصطفى غاديه في الجرده تتجرات من يديها خدا لها البنت تغوتات حتى فقت باتي كتبكي ولات كتغوت لقي البنت طلقها ما جاوبهاش غادي بيها وباتي الخايفه كتبكي ورك على الكليل لوطو تبعو الدراري وهي كتجبد وراه باش تاخذ بنتها اللي حط اللور ودالها السلطه اما هي بحات بالغوات والبنات مورها بقات فيهم وما نعيمه بدات تغوت مستحيل نخليك تدح في يدي ما يمكنش ويقول لها عيمه عابد عطي البنت لما قال له امين اش كدير واش كتزيد تصعب الامور تعطي السيده بنتها عابد ويبدا يغوت حتى واحد ما يدخل اللي عندي قلتو دارو هي تبعها كتجر فيه من حوايج وكتضرب فيه ركب وسد الباب بالكلي تجات قدام الطوموبيل قتلني وديها يلا ديني قتلني وديها على الجثه ديالي شافها بحده وخدم السياره ورجع للور ودار تخطاها كتضرب وتبكي وتركل وباتي حتى هي كتبكي وغلا تبعها من اللور كتجري وكيشوفها من المرايه هادشي اللي وصلت فيني هي هادشي ماكش باغي تبعها كتجري وكتغوت بكل جهدها قوسا نهار تحت الارض كتغوت وكتبكي على بنتها عندهم في القصر كانوا كيفيقوا فيها ساره كتشوف باتي البحاق تهزها ورقيه كتبوسها وتفيقتها نورهان فيقي اختي تشوفي واحد الالماس غزاله فيقي يقول لها عبد الوليده فيقي ما تخلعينيش حلات عينها كتشوف اه بدا اش واقع ولدي اجده امي ما شوفي 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 تقول لها رقيه انت شوفي عبد صغير رغى باباها شقات نورهان ودموع نزلو ام داتشي يدي عطاو عليها ضمات الصدره كتبكي في صمت واش هاد الكسكوسه بنتك ياك غالا ديك البنت ما نزلاتش ولدك ياك عابد حرك راسو ساكت الله الزوينه حفيدتي الغزاله اشنو سميتك انا الميمه انا جده حبيبتي عاد هضرات ساره بحقد واو برافو مبروك هذه العابدين وانا نموت ولا ننتحر انا شنو ندير جيب بنت من علاقه غير شرعيه وكتي تجيب ماماها قال لها عابد في الاستفزاز غدا غتجي ان شاء الله حبسات رقية الضحكه بزز وساره ما كتجري كتبكي ما رضاش ما شاف جهتها يا تقول له نورهان كيفاش لقيتي ماما وكيفاش عرفتي عندك بنت
فيك تي هاد اليوم يعاود ليك شنو كيعاود لي كلشي حتى كيعاود ليها في الديسكو زدها طبقة المخملية جالسة مع الشلة ديالها جايبة الكاو كيولفات في البرازيل ويقول لها ادم ايه وبارك عليك راك وصلتي لكاس السابع يا تقول لها نيهان او بركة واش باغا تخرجي على راسك او ايا كما بركة خليوني تاسي بقصيرة ما خلانيش ويقول لها واحد من صحابها يتم ايه كالم راني وصل سيري ما تحطميش حلمك سمعتي انا غنى حرب وغنسافر لقمان وعدني ياك لقمان لقمان نعاس مسكين بكثرة عيا اللي داز عليه الامتحانات شرب كاس نعس ناض كتشطح محايحة قربنا واحد دارت ولقات مدوخة جرب من خسرة وهي شدات فيه كيرقصو وتات راسها مساج معاها ما عارفاش اش كدير طيش غالب عليها وجرها من يدها كتسميل بالشراب ونزل لتحت البيوت اللي كاينين داخل هو ساخط بعد ما علمو رجالو فين كاينة تحط على العصا فبانت لي منين جرى هذاك جمعت قضا قبضات يدو تبعهم داخل الغرفة ديك الساعة هي ما عارفاش اش كدير مرفوح تا كيتفرع الباب ودخل هذاك كيشوف فيها يقول له اشرف شكون جا امين عيني رجع حمرين داك المنظر اللي شاف انا هو عزري اللي غيحد ليك روحك ولد العايرة تقدم ناحيته بسرعة ونزل عليه بالكروشيات والاخر ما عارف باش تبلا ما عارفش شكون هذا اما هي جايبه الكاب تكاس فوق السرير شافو سخف ليه لحمني يدو ظهر له هي جرب رجلها تحت الارض كتغوت وابي كيعرف هذيك الساعه وقال لها لما تحركتيش قدامي مزيان هادشي اللي كان باقي خاصك مزيان وهي كتنطر ديك الساعه حتى كيعطيها واحد الطرشه وتم خرجها من تما طلعوا للسياره اللي شد من عند عماد حل دفعه وكضحك دلا السلطه وسد الباب وكيصبغ من السلطه لتحت ورجع ركب ومسافة سطرة كان وصل لأبارتمون ديالو خرجها كتسمايل وتغني السيدة جايبة الكاو تسد لها فما شوهاتو في المعبل جرها لاسانسور كيهضر فيها صباطو يا مامي المجيب لا حياة لمن تنادي طلعو للطبقة الرابعة فين كاين تحل لاسانسور خرجو حل الباب بارتمون دفعو كيعير فيها وهي كتغني كل مرة كيطرشها تغددات وقفة غادي بها للدوش دخلها كتسمايل تحت الرشاشة بدا كيكب على المبارد هي وهي تحت الرشاشة وهي كاع ما في هاد العالم نهائيا فخبارك أنا غنكنبغيك من كان عندي 16 عام يا موري خرج عيني يلا بغا يهضر وهي كاع مالايا عنقات ومزيرة عليه وكتضحك ميوها كيشوف فيها هبلاتو معاها في قصر الألماسي كانت جناحة كتحرك رجلها مع السما لابسة شوميز دنوي حارية في الأسود وشعرها جامع تحل جرح ودخل بعد ما خلى باتين مع مو عشافتو قلبات وجهها ما شافش فيها بدا كيبدل عليه ديك الساعة وزمي يلبس ومشى للدوش حقير شي بنت سنقة من علاقة محرمة القلب دارنا وفت الدنيا زهرة تهدني ماشي قليل اللي درتو ما غاديش نجي دابا نستسلم تهدني تهدني ويا توقف كتمشى حلات الباب الدوش عليه وتمد داخله 100 خطه وخطه في راسها اما بلاصه اخرى في غرفتها كتلعب مع حفيدتها اللي صدمتها وفرحتها ورقي حدا دابا متاكده اختي ساره ساره هكرا وياك تقوليها ليها ما ناقصين مشكل صافي راه ولدك وايا رجعوا يا تقول لها رقيه قبل لقمة رجع هيا قال لي امين تصل داي عنده راه جيب الكاو يا تقول لها نورهان وغترطق لي المراره دابا خلينا في المهم وهاد البنت ماماها يا ربي تكون درويشه ومن الناس تخلى علينا بعدا مره وندير حفيدتي السابع يا ماما تسباتي الكسبكي حسني ماما صافي حبيبه ما تسبكيش ماما غدا وتجيو نرحبوا بها يا خالتو رقيه وينو شحال تمنيت نولد بحال هاد الكياته قالت لها نورهان مازال الوقت ديري غا عقلك انتي حقا يزعرض عليك غدا وانا قبلت ولقمان ما عارفش ورقية واختي واش لقمان غتخافي منه وعيلي ما اللي غنهضر معاه نسمعو خلودني قالت لها رقية الخل سميه غالب انتك اللي كتفرفر والله ويسق عابد لا تنحرها قولي رقية قالت ما علينا دابا قولي واش نديرو لها السابع وحفلة كبيرة ولا اش اختي ولا حتى يتزوج باباها ماماها ونديرو عراسية مع السبوع رقية ويتبتسم ما تقوليهاش اختي وماشي انا اللي نضيع بنات الناس اختي ضروري عابد يعقد عليها وشرح للربعه وملحقه والخير موجود
المهم حفيدتي حدا عيني ومها نحسبها بنتي لكانت درويشة. وصار اختي تشرب البحر حبيبة، ودابا سيري تنعسي خليني مع التوتة ديال حفيدتي. اصبح الصباح اشراقة جديدة، كتلبس عليها مع السبعة ديال الصباح. خرجت نازلة مع الدروج، حتى واحد ما شافها. خرجت سدات الباب غادا مع زنقة وهزات تالي كتصوني على هيمة تفيقاتو على الصباح. العنوة القصر صاحبك دابا، صباح الخير بدا وكينا نصيفطولك. قطعت عليه واقفة، وصلها العنوان ديالو وتمشات. خدات الطاكسي ساعة ونص عاد وصلها، عطاتو فلوس وخلاتو كيديمها. وصلت لقات لاكارت، ممكن دخل علي خدامة جديدة؟ قال لها صبري نسول. دار غادي ركلاتو بجهدة ودخلت تجري تابعينا شدة وسط باحة القصر. بدات كتغوت كتغوت بسميت عامد وباتيل، كتغوت عطيني بنتي. فجناحونا تقافز، كلشي اللي في القصر سمعوها الغوات. وقب السربعة البالكو بانت لي جارينا في الارض كتغوت وتركل ويغوت بجهدو كامل. خلعو طلقوها ولاد الحرام طلقوها، دغيا طلقوها كتنهج وتبكي. وقفات كتجري داخل القصر، كانت نازلة في الدرج مع رقية تخلعو. حلو الخدامات دخلات، نزل كيجري وصار وراه ويشوف فيها كتنهج حالتها حالة. عطيني بنتي عابد، عطيني بنتي، بغيت بنتي. يتشوف فيها نورهان، وخا بنتي سدني سدني. يا تقول سارة اش هاد الشوهة، واش انتي مريضة في راسك؟ يا تشوف فيها لابس شميزاز وفين اللي كان لابس الشورت. فقط وساكت. اخر مرة غنعاودها، عطيني بنتي. هاي يتشد كرشها بالحريق وطحت للارض تاني بقوة الاعصاب. قالت له رقية من البنت مالها، قرب منها عابد خلعات وبغا غا يمسها ويا تغوت. بعد مني ما تمسنيش، بعد عليا وسخك. ويا تقول نورها وخا بنتي وخا نعاونك. حركات راسها وقفاتها كتعرش عند جنبها، عاونتها طلعت في الدروج مع رقية دخلوا على البيت. عاشفت بنتها وطاحوا دموعها وجرت عندها كتبوس فيها ابتسمة نورهان. قالت لها رقية أنيسة واش معرفتينيش؟ لا مدام سمحي ليا، أنا مولات الكافي اللي خدامين فيه. عرفتيني دابا زوينة؟ غلاوية توقف، مدام رفاعي سمحي لي ما عرفتكش. أنيا وشوية دابا؟ يزقلها نوران نعيط على الطبيبة بنتي. لا لا بغيت غير نمشي ونمشي قبل ما نجي ماما وتجري عليا، باغاش ندار معاها. يزقلها نوران شكون ماما؟ على من داوية؟ ماما تعبت ديك شرشابي اللي جرات عليا وانا حاملة باتيل قبل 4 سنين. يزقلها رقية قالت لها نوران انا هي ماما تعبت، نورها الالماسي. واش متأكدة من هدرتك؟ قالت لي ماما انا مبغيت والو غا بنتي ومشي بحالي. يزقلها رقية واخا بنتي حنا ماشي انانيا، غنعطيو بنتك ما تخافيش. قالت لها نورهان شوفي بنتي انا راه ام ومستحيل نحرمك من الكبده ديالك، ولكن ممكن طلب؟ نعم مره جيبيها لينا حتى نلقاو حل. اش من حل؟ شوفي يا مدام انا ولدك مستحيل نديرو شي حل، هادي بنتي بنتي وراه عايش حياته، ما كاينلاش نخسرها ليه. نورهان سكتات كتشوف، تحضرات هزات بنتها اللي ناعسه وخرجت نازله من الدروج حاضناها. بقات جالس وهاديك حدا وهي تشوف فيه غلب حقد. اخر مره تهز بنتي سمعتيني، بغيتي الولاد ولدهم مع هاديك اللي حداك، وكنقسم لك بالله ومازال تاخذها مني بزز يا حسن هزك وعم نهزها وعمرك المحنه. عارفني نديرها، كل ماشي الظروف اللي جابتها عمرك تعرف. غلا هاديك راه بنتي سمعتي، تي اللي خبيتها عليا ومن حقي نشوفها. انا باغا دخل على عقلك ودابا غتجلسي تي ويا هنا. قالت له ساره عابد شنو كتقول؟ دخليش انتي غلا من اليوم تيوباتي في العاصمه ديالي، وبغيتي ولا لا غنزوج بك بالخاطر ولا بالسيف. غلا وهي تقول له بجراه حلم عزيز العابدين، انا ما كنخافش منك، انت بالذات واخا تحبسني والكل لك في احلامك يمكن تحقق، اما الواقع كنكرهك والحق ديالي لك عامر قلبي تجاهك وربي اللي عالم بيه. نسى شي وحده سميتها غلا، انا كنت نازوه عاهره صغيره وراهي قد حكتي على عقلي الصغير، استغليتيني شفت فيك حبيبي وبابا وعائلتي والحضن الدافي، الملجأ ديال طفلة صغيرة اللي عطيتك شرفي. اش غتقول الباتيل تيجيتي من الزنا؟ تي بنت علاقة محرمة؟ تي خطيئة؟ علاقة غير شرعية؟ يا ريس متي ولا بنتي في حياتي، فرقي عليك زي العابد الألماسي، فرقي عليك ليالي ومسحني من عقلك وكمل حياتك. مراتك راه حداك تعوضك، راها ديك اللي طرشاتني وهدني وانا حامله وقالت لي بالحرف الواحد انت نازوه عابره انت كتشبهي ليها. هضري انت عقلتي؟ عقلتي عليا؟ عقلتي عليا؟ انا كمهرتك وكلام كلامك عمرو ما يتنساو ليا.
قلبي، كل حرف نطقتي بيه محفور هنا. فرقوني عليكم، فرقوا بنتي، انا نسيت كازي العابدين. ما نكرش بغيتك من قلبي، ولكن كلشي تحرق، كلشي ولا رماد. باش نرجع معاك ما يشرفنيش حتى نتا واحد غدار سالي طعنتيني في قلبي. ماشي بزاف كلام كثير وسكات حسن. اخر مره تبان ليا نور عندك لقيتها كتزلات بنتي. سمعي ليا على وجهك، ما تحرمينيش بالحفيدتي هانتي. والله القسم ما يوصلك ولا يأديك، وديرها في عيني يجي بها غا السبس والحد ودوزو معايا واخا. قربات من غلا كتبساتم خاتي نورهان، انا ماشي بنت الحرم، وعلى قبل وجهك كل سبس وحد غنجيبها لك، حيت انتي جدها وفرحانه بزاف، حيت انتي هاكي قلبك زوين. باتي محظوظه حيت عندها جوج دواوات كيبغيوها. نورهان ليا تشهق، وانا محظوظه ماما تحفيدتي غزاله بحالك. ويا سعد نقا وغانا نزلو دموعها. اي حاجه خصاتك، اي مشكل طحتي فيه باغا تفرغي قلبك، ماما كنورهان هنا. واخا ما عارفاش مناش عانيتي، ولكن انا باغا نسمع منك. واخا اي وقت ارتاحيتي كنتسناك، اجي عاوديني واحد. قالت لها غلا وعدا خالتي غنجي. يلا بسلامه، الشيفور غيوصلك ابنتي. وسمحي لي يا زين العابدين خلاك مخلوعه، اخر مره يديرها وما لحقوش. حركات راسها وخرجت هزه بنتها فرحانه، حيت ماما صدقت درويش عكس ديك اللي شافت. وركبت مع الشيفور ونطلق بها. ساكت ولا حرف نطقوها قبلاصو، كل حرف من كلامها لي حرقو لها الدرجه. تمشى غادي طالع، بغات تبعو ساره ويتجرها نوران بعنف، وزات يديها صرفقاتها مخرجه في عينيها. باش من حق انت يا امك تعداو على حبيبتها عابد ها، وهي حامله وتلوحها وتحرقوا القصر؟ هضري. ساره سكتت مخرجه عينها ولد صرفيقها. ايا ضربت صرفيقها كتحل عينيها وكتصدهم. راسي فكت ماشي بيتي، خرجت عينيها قافزه. شنو وقع؟ تلقات نورهان من ساره وتبعتو كتجري للجناح. ما حلت الباب جرها من شعرتها وتات، وضرب ليها راسها مع الباب ديال الجناح وقلبها، وهبط عليها بالدار يدو جارها ونزل عليها تحت الارض كيركيلاتها كتغوت زواها. هشها من شعرها نيفا عمرو كله بالدم، دار يدو على هنقه وزدح مع الكواف وزعينو ورجعه وجغمه ديال الدم. باش صح مريني وتكذب عليا نقتلك ونحسب ربي ما خلقك يا ساره. وتلقى طايحه في الارض كتنهز شادة على عنقها. داز الوقت وكان كيلبس في ساعته، ويا على السرير كاسكي وجاعة مردم كتشهق، وعابد كيشوفها من المرعي برود. قلت لك الا الكذوب ولا الخساره، الا الكذوب ولا حصلت عليك شويه قد هكا قلت لك. وانت حلفتي قلتي ماماك السباب، وانت عمرك الشاي، ولكن صدق كلشي كذوب. اذا غتجمعي حوايجك كاملين وبرا، غادي تسافري للبرازيل. تسمع صردتي بربي ما العقل عليك، غادي تمشي للفيلا في اللي في الخرجه بدون خدمه ولا والو، سمعتي؟ مره اخرى قبل ما تكذبي فكري مزيان شكون انا. واذا رجعت ما لقاكش حسن لك. رش ريحته وخرج. ولات كتغوت ما تبقاش فيك العاهره تي السباب. نزل عابد لقى موقع صعيطات عليه، جلس باغاك وجلس كيشوف فيها تهضرات. طول عمري حقاني يا ولدي وانت عارفني، عمرني كنبغي الظلم. عشت الحمد لله مع باك الحلوه والمره، دست من تجارب اللي خلاوني عارفه بالدنيا وفعيلها. وانا ماشي بنت الحرام ولا محيده الكبده، احسن بعد البنت من امها ونخليها غدا تحماق عليها لدرجه جايه كتجري تعترف جلايلها. اسمعني مزيان انا زيد العابدين باش نجيك صريحه، الا حاولتي تحيد البنت من امها نسخط عليك ونحسب ربي ما خلقك. تا اخر واحد عندك الحق فيها سمعتي، حيت ما ربيتيها ما صارتي عليها ما تحمتي عليها ما عانيتي معها لقيتيها واجده. ما كنتش عارفه نورهان، ما تهبلينيش، راعي وليا شويه رعيت. واش انا واش انا جيت كيقولوا لي ماتت، شويه كيقولوا لي عايشه وحامله بولدي، شويه كيقولوا لي نزلاتو. وتا انا بشر او حسوا بيا تالين. واش واحد النهار مات با تشد في الحبس فقد حبيبته، ونهار يلقى يعرب اللي منزلها طرف منه، راه بجوج غلطنا نوران هنا وبركة. او ديما عابد راه تا واش انا سمحت فيا؟ والوليدة انتي اكثر وحدة شافت اش قصيت اش دوست، راه الناس ما كاش كيزورني عام، وانا كنقلب عليها في الاخر كنلقى محيدة طرف مني. انا ما تزوجش صارا تفق حقدت على غالة، دابا كتقول لي ماشي من حقي البنت هذيك، راه بنتي هذيك بنتي ولا بغيتو ولا كرهتو.
قليتاش انا فهموها دابا راه ظروف. بقات غير كتشوف فين ظروف وديك من الناس اش ذنبها ها اش عفا الله عما سلف، ولكن باش تفكر غتاخدها منها بزز انا غنحيدها لك كلشي بالخاطر. يا وقت ما بغيناها غتجيبها وانت حاول تعوضها هي وانت، انا عارفك من عينيك كتبغي عبد. ايوا حاول ترجع الحب ديالها ليك من جديد، وانا مستعده نوقف معاك يا ولدي في اي حاجه. لا لا يخطيك الوالده. فين ايه؟ ايه راه بات تسعد ريما صاحبتها شويه وتشي، وديك اللي الفوق غتمشي للبرازيل كعقوبه ليها تما غتبقى. ما باغيش نطلقها بركاش درت فمها، وياك تخليك تضعفي تاني حيت بسببها طحنا في هادشي. ليا تقول نورها بحقت ما تشوفش كم عرسه مازال صيفطها. اصلا كنت غنقولها لك طلعت لي فراسي بمشاكل اخبارك. حرك راسو بها ولاد خارج تنفسات براحه، وقفات هي تبدلات خرجت تطر برا. شو عند غلا في الدار كلهم جالسين ونايمه مع القباتيل. والحبيبه ديال امي ما توحشتيني اه بزاف. قالت لها غلا باتيلو عجباتك ميمة الاخرى؟ حركت راسها بهات ودق الباب ناطنا والحله لقاتو طارق. سلام الاول كاينه مريم والدراري يقول لها بغيتها واحد دقيقه. قالت له نعمل دخل بعدها طارق. كان طارق جاي على اساس يدي مريم والدراري تعرفوا على جدودهم في مراكش في الاول. مريم رفضات وقالت له خدامه، ولكن قال لها نسي الخدمه ونسي اي حاجه معايا ما غيخصك حتى خير. انا كنتسناك برا غتما غتهزي معك والو كلشي غادي ناخذه في الطريق. ما كان عليها الا انها قالت له في الاخر واخا، وطلعت ديك الساعه ونوال بدلو وهزو شي حوايج والمهم اللي كيستعملو ونزلو باليده صغيره وداهم وخرجوا. طلعت مريم القدام ونوال اللور حدا الدراري اللي ناشطين ويقول لهم طارق على بركه الله، والدراري انطلقوا كيضحكوا. اما غاله دوزات العشيه في الدار مازال فيها الخلعه تغداو جمعات نعيمه وكلتهم الدار. وخديجه راها في الخدمه في الشركه كتجنب السيموغا كتشوفو جالس مع صحابو في الكافي كيهضروا. كانت العشيه تقريبا معاه حتى نبيل. وقفات رونج في الاسود طويره تحل الباب خرج راجل الاربعيني شاد في راسو تحل الباب الاخر وخرجت بشعرها اسود دايره النظارات لابسه كسيبه. وقال لها عيسى تفضلي مدام. قالت له رقيه ميرسي عيسى. كان كيهضر مع صاحبو على شي صفاقه كيشوفها تدخل داخله كتضحك مع شي شخص حتى كيشوف مطلع حاجبو نزل نضاضرو بخنزر. نبيل رقية هاديك دار نبيل كي الطوبيس كيشوف ويقول الحمدي يس هي. قالو الحمدي هز كاسو الكافي كيشرب معصب ويشوف في نبيل وابتسامة ديال الشر. حمدي كصغير كتغير على رقيقيش ولا السيدة راه ولدها الله يسخر. بداو كيضحكوا عليه وديك الساعه وكيغمزوا عليه. قالوا عيسى هادشي اللي عطى الله الله يعفو علينا. قالت له رقيه نو فغي والله انا من عشاق المغامرات وتسلق الجبال. على فكره غنمشي معاك هاد الويكاند شفتك حاط في لاباج ديالك كليكه. قال عيسى ويلي كليكه تشرف مرافقه سيده زوينه بحالك. شكرا هزيتي ليا الكرايد غامزه معاك. قرب من يدو كيحيد لها الشعر من حدا عينيها. هنا الحامدي عيني رجعوا حمرين وكيشوف شخص اخر كيمسها. جمع فمو وحط الكاس بالغدايد ودفع الكرسي وقف تشافو صاحبو نبيل ويوقف دغيا. قرب من الطبلة فاش جالسين تا كيوقف عليهم كيعزرين هز داك هذاك راسو شاف فيه ابتسم بجن وينزل عليه بكروشي لوجه تا غوصات رقية. الحمدي وقفت مخرجة عينيها ونبيل شد فمو كيضحك ودار مخرج عيني فيها جراز لها ساكا كتنطر منو. اعتمال واش حماقيتي واش تسطيتي واش صافا في دماغك وطلعك من يدي. ويقول الحمدي ضرب ماشينا مدام رفاعي. وصل سيارته وطلقات من يدو هزات يدها وهي تعطيني الكمارة كتنهج. اش كيقول لك راسك حتى تشوهني هكا واش مريض في دماغك؟ شد وجهه ودار ابتسامة جانبية وهز دار يدو عاود عليها بقوته تا فقدات وعيا في البلاصة حيت عرف فين يضرب. طاحت ديك الساعة تخرج نبيل كيجري. الحمدي انت اش درتي السيدة؟ سكتها ما فيا ما نسمع منها قرتها الا حات حلات فما ما غتسدوش. انا عارفة حل ديك الساعة داك باب اللوطو في خير ايامي وليت كنضرب. واش داك خونا مات؟ نبيل معاونو ويقول له لا لا غتهرس لي النفط دابا فين غيديها؟ الجيحة اللي ضربني انا وياه. المهم الا تقطع خباري بلغ البوليس غتكون. قال له نبيل ضحك ضحك جاتك المراهقة متأخرة ويلا معاها راجل اخا والله الضربة ما تخلى فيها على العموم
وصي حكيم ما نجيش شي 4 ايام هكاك واخا. قالوا لا بلا واخا الحمدي، غا ما دير شي حاجه اللي تندم شتيها، مازال ما فاقتك ما قتلتيها. بصح وصفقت الله طلع شاف فيها اللور مجبده ابتسم وانطلق عافت شط الطريق. اكيد لوطوغوت فين غادي ما عرفت. جات المراهقه متاخره نيت اما دغاله العشيه كامله في الدار توصل الليل. خرجت الحال تجيب الباتيل شنو خصها، داس من الزنقه مظلمه شويه كتحس بشي واحد تابعها تابعها مع الدور كتجر سد لها فمها وتحط مشوار على النيفه كتركل تغيبات من يديه. كان سيمو اللي نطق خليتي لي تحل غاله وهزا ودخلها لسيارته وانطلق. حلات غالا عينيها كتحس بالدوخه في راسها قويه، شتات راسها وجلسات كدور وجهها حتى كيبان لها سيمو حاط يدو على فمو. سيمو غلاوتي خنزرات وحاولت توقف ما قدرها شويه تغمض عينيها. كبرتي ولدتي ولات عندك بنية غالا. الحمد لله ولد امي مسعوده هانتا كتشوف فيا سمحتي فيا ما قدرتوش تهرسوني. عمر سيمو سمح في غلاوتو عمر. تيقاك انا اللي بنت الحرام، انا اللي جمعت حوايجي وبنت ما صبحت بالاماره كنت غنمشي للخير. يالله يرحم امك خاطيني راسي عامر اخر مره تخطفني. لا لا مبغيش نتعصب عليك سمعيني. وبعدهم منو كاملين فرقوني عليكم خرجوا من حياتي عطوني اتساع وعطوني اتساع واش يلا بنت لكم غالة يلا تفكرتوني كتي فين كتي فين انت ما شاء الله هالقصار هالطوموبيلات رجعتي لاباس عليك اذا شنو باغي مني؟ قلت لك ماشي بيدي خليتك انت عارفه روحي وبالك غالة روحي وبالك. شحال وانا كنقلب عليك ديك ليله تسنيتك تسنيتك يا ولد مسعوده الليل كامل ما صدقتيش خليتيني تنسى كنتي الامل الوحيد اللي بقى لي. علاش بسبب كاش هادشي كامل واش عارف باش حسيت فاش قلتي لي سيري الخيريه لما تغرسوا في قلبك الطفله اللي بقات بوحدها نقول لك اش داروا فيها؟ يقول لك اسي محمد باعوني وشراو فيا كي بغاو سمحتي ورجعت من الغاله غلاوتك الليالي العاهره ويغوت وسكسي وضربت الطبلة اللي حداه برجلي تبعيت عرفتي لما رجل الاعمال شاب زوين اللي حتى هو وعدني وخلاني ولا بصالح لا يا بهرة ارماني بعد ما خدا شرفي وخدا قلبي وعفويتي وضحكتي ورجعني خاوية من الداخل رجعني ام ارمان حاملة وانا بنت 16 عام شبه عائلته صافي وغالى لها ورجع بعد سنين كيفك انت كيسول حقا ما قل ما حقا قلبت عليا ما تقلبوش عليا تقلبوا بعد ما حرقتو ديك الطفلها ما تقلبوش اش غيشفع عليكم عندي اش غيشفع عليكم راه حتى واحد ما قاس ولا عاش داكشي اللي عاني تحت فيكم تحت فيكم شاف الموت والمعاناة اللي ضربات هاد البنت بركة صافي خرجوا من حياتي بركة خرجوا. تعرضت لحادث سير غالة دخلت في غيمو باربع سنين فقط كيقولوا لي يا بنتي صدقتش قلبت عليك وحق رحمة امي اللي تحت الضرب تقلبت وقالوا لي يا بنتي صدقتش وجبت داك اللي يضحك عليك ولقيت جوج عيالات اللي اذوك هينت وحده ما عرفش سميتها دلال قالوا في طنجه وطرت لعندهم وصلت كندق ونهرس في الباب تجي عندي حساس قال لي دوك الزوجات لقاو مذبوحين. خرجات على عينيها والبنت اللي معاها مشات الامارات تسطيت غوت ورجعت كنجري مشيت انا والحمدي الامارات عند داك اللي كيشري العاهرات تقال لي بنت صغيره اللي فيهم اسمها غاله انتحرات. عرفتي باش حسيت كاني تذبحت كاني مت خسرتك وخسرت امي ورجعت رجعت بحالي مدمر نفسيا وكملت مع الحمدي ترجع الزمان لعب لعبسو وقدر يجمعني ولكن ماشي مع الطفله اللي خليت جمعني مع ام. غاله كانت كتشوف في عيني سيمو واش غي كيكذب عليها مخليتكش عمري خليتك شقات بالدموع كتشوف في سيمو كأنه رجع اللور طفلة 7 سنوات والشاب اللي حن عليه ورباها جرات لجهة سولي ونهارو وهو كيموت عليها عمقاتو معلقة في ضمها بجنون كبير وأخيرا غلاوتو رجعت لحضنو كتبكي كيف شحال هذا غلاوتي توحشك نور عيون سيمو صنعت وحشتك بزاف سيمو
علاش مشيتي خليتيني؟ حقروني حقروني يا سيمو. كل شي فات، انا معك دابا، حتى حد ما يقدر يوصل لك ولا يمسك. سيمو خايفه نكون هكا نحلم يكون هادشي غير حلمه. لا لا، ونزلي الله راك ثقيله، بقيتي صغيره غلاوتي ويا سخن زرفي. سيمو وغضحك نزلات فيها تشوف فيه مسح ليها دموعها كيبتسم، مدات يديها كدوز على ملحوشهم وجرات ليني فوق يحيد لها يديها ويا تحبس الضحكه. ناري نسيت باتي اللودانو اللي خارجه نشري ليها امي الدار. شكون باتي؟ بنتي يا سيمو. اه واخا تي غتبقاي معايا، انا غنصيفط شي فور يجيبها ما تخافيش. واخا اردت التالة ديالك نصوني لخديجة بعد نعلمها. فعلا عطاها دارت النمرة ودوزات الخات شداتو. خديجة فين مشيتي؟ ابي اللي باغا تقتلينا بالخلعة عليك. انا مع سيمو، شوفي جمعي شي جوج تبديلات الباتيل ولا يكونش ديالها ولا وازمها، يا يكون نزلي لها واحد البيجامة ولا جوج ديالك في الصاك. راه نجلس عند سيمو شوية. سيمو بدا كيضحك وكيسمع لها وهي تقول لها خديجة واخا واش نجيبهم ليك؟ لا لا غعطيهم للشيفور وقول لي قولي نعيمه ما تشوش عليا يا عمي. قالت لها خديجه واخا شكرا يلا صلاي. ابتسمات ورجعت ليه التالي وعنقته من كرش مخشيه فيه. بس لا راسه ويشوفك عابد دوك شنو اللي فيق نعوم ليك. صفت الشيفور يجيبها دغيا ورجع ويا جلس وجلس ديك الساعه مدرعك شحال هذيك كيهضروا مخشيه فيه وكيعاود ليها. مسافات الطريق واخيرا وصلوا لقصر مراكش. حلو لي غارد ودخل بلاصه ونزل مع مريم اللي تصدمات مره وعاد القصر كبير الخضوريه والبولات الاناره. دخلوا ديك الساعه لوسط القصر كيوقف عليهم في صاله كبيره، كانوا جوج رجال متوسطين في العمر وعاد رجل كبير وجنبه مره كبيره وثلاثه نساء وجوج دراري صغار كيشوفوا فيهم. عاد يهضر طريق مريم كنقدم لك خوتي عدنان وعزيز والاب ديالي سعد وزوجته وحريم خوتي. ويشوفي زوجتي اكرم ولادي التوام يعني خوت ولادك. يتشوفي مخرج عيني حرك يدو وما يدخلوا لي غارد وين طريق. ديو هاد الزوجات القبول القصر يلا حتى نشوفوا واش غندير فيهم. بتناول كتغوت الحقير ما صدقتيش طارق. غوتات بسميت ولادها ولي غارد جارينها هي وختها. صوتها صداها كيتسمع داك القصر كامل. نزلوهم لتحت ودخلوهم لواحد الغرفه كانها جناح ملكي لحوها تما مع نوال اللي ساكته. نط كضرب في الباب وختها كتجبدها كضرب بقوه وبالم. هو جالس مع عائلته اللي كيبوسوا ولادو كيتعرفوا عليهم. كان كيضرب الخليجيه وهي تقول اكرام طريق علاش كتكذب عليا؟ ماشي هكا كندير مفاجات، انا ماشي مراتك. ويقول عزيز اخ طريق خط الرجال وندات في اسمي في اسمك في اقرب وقت. قالوا الاب سعد مال ولادك طريق ساكتين خايفين؟ شاف فيهم فارس مع النق افنان بغى يقرب ويغوص فارس في وشو. بعد مني بغينا ماما. بس افنان تاهي كتبكي بدوك يغوص. توقفات اكرام خط طريق اللي هي ماشي مراته. لا لا حبيباتي حنا غادي المفاجاه للام ديالكم اليوم عيد ميلادها ياك. حركوا راسهم وعنقاتهم كيشاقوا. مريم كتضرب في الباب كل قوتها يديها زراقو كتضرب تصاو سبح. وقفات على الحركة كتحس بداتها تقالت. صدى صراخ ولادها كتسمعو في ودنيها يتشوف اختها صافي بدات كتدخل لخلها. مريم مريم ديك الساعة طاحت جسدها مردوخ في الأرض ونوال كتغوت وكتحاول تفيق فيها ولكن النفس تقطع فيها. أويلي اختي اختي. يدات هزات التالة ديالها دوزات ليها الخط. شدو هضرات نوال طريق الله يغبر لك الشقة مريم اختي ما عارفش اش وقع ليها نفس قطعت فيها ماتت وقيل عافاك اجي اعتقها. ناض كيجري وخته وراه با وخوته كيجري نزل لتحت دور الصوارت في الجناح كيلقاها طايحة ما كتحركش. قرر كيفيق والو مع ما بغا يهزها حتى كيبان له الدم خرج عيني وناول طاح تالا من يديها. الدم ديالاش مال اختي طريق مالها؟ هزا طريق بلا ما يجاوبها كيجري طاير ما كانش باغي يخلعها. كان داير لها غير برانك غايوجدوا لعيد ميلادها كان باغي يدير غير شي جاز زعما يفرحها. مشى مع خو ركبو وعفطو طاير للمصحة. وفي المصحة وهي مغيبة حتى كيتصدم ملي قالت له الطبيبة بعد ما قالها بلا مراتو بلا خصو ياخد قرار دابا. للأسف خصهم يستأصلوا للرحم لأنها كتعاني من سرطان في الرحم ضروري خصو يتحيد. تصدم بقى واقف ما كيرمش كيستوعب واش داكشي اللي سمع بصح. واش مريم غتولي عاقم
وحاول يثبت راسه ومسح على وجهه ويسولها واش الحيده عمرها تولد. قالت له الدكتوره مع الاسف ولكن مسيو طارق السرطان متفاقم وإلا زاد الحجم ديالو غير جاي ينتشر في جسمها كامل، راه باينه بلي مده كتعاني منه يمكن اليوم النزيف جا دقه واحده حيت الضرر بزاف. القرار بيدك، ربع ساعه وجاوبني. خرجوا بعد ما وقفوا النزيف شافها كيفاش لونها شاحب، قرب كيشوف فيها، كان باغي يتزوجها ويرجع لها لحياتها زوينه. وقف حداها كيطلب منها السماحه، قال لها سمحي لي ولكن صحتك هي الاولى، كنت كنتمنى نولد وليدات اخرين ونكون جنبك وسط ولادك وفي الولادة وفي الوحام ونعيش كأي أب أي مرحلة ديال الحمالة ديالك. سمحي لي بزاف ولكن حياتك أهم عندي. وأصر عليهم باش يدخل لغرفة العمليات بعد ما سنعنا داك القرار. في الأول رفضوا ولكن بزز منهم دخل لأنه كان ولد الملك ديال ديك المصحة. في غرفة العمليات كانت كتصارع الموت، القدر دمرها ومازال كتحيد الرحيم في هذا العمر 21 سنة قاصحة. يلا عندها جوج وليدات، فوق خيل بيض كاين نور راكبة كتجري كأنه أرض واسعة شعر الأشقر كيدير الريح. لابسة فستان طويل بيض، الخيل كيجري بكل قوته وابتسامتها واضحة كتسمع صهيل خيل آخر دارت ولقات وراها نفس حصانها كيضحك قرب ليها حتى ولعوا في خط موازي كأنه سباق ومد يدو مدة يدها شد بقوة والخيل كيجري كتشوف في وخا يدبها ولكن علاش قلبها مرتاح ليه بزاف. حتى وصلوا لحافات منحدر غارق كيبلغ الظلام لتحت ورجعات بالخيل ولكن هو بغى يزيد كتشوف فيه كتحرك راسها بلا. ومن جهة أخرى كيبانوا لها ثلاثة الوليدات فارس وأفنان والطفلة صغيرة مازال بيبي في المعطى. ضرب طريق الخيل بكل قوة ونقص توصل لعند ولاده وهي بقات كتشوف ما قدراش بقات واقفة. الدكتورة كانت كتهضر ديك الساعة دقات قلب المريضة منخفضة سربيو خلاص كنفقدوا المريضة. بدا ديك الساعة كيغوت مزير على يديها مالها مريم كتسمعيني نوضي ولادنا محتاجينك يا مريم وهي كتخليهم يا مريم. دكتورة كنفقدوا المريضة دكتورة نزيف بدا كتغوت ضربي جوج حقنات سربي مستحيل نفقدوها. مازال فوق الخيل خايفة تنقص كتسمع صراخ بيبي صغير صراخ ولادها النداء ديال طارق ليها باش تجي والمنحدر كينهار هي مازال بلاصه خايفة. شافت مزيان وضربت الخيل بالجهد ديالو ونقزو تخطي المنحدر توصلت لعندهم كيبتسمو ونزلت من فوق خيلها تحضرات وهزات البيبي اللي كان زوين بزاف ونطقات انجل ملاكي وتسمعوا دقات قلبها كينبطو ويضحك الدكتورة. الحمد لله نكملوا دقات القلب رجعوا عاديين بصح على وجهه حس قلبه حبس قومي فوقاش مريم ولادنا كيتسناو. بعد ساعتين ديال استئصال جزء متضرر سالاو ورجعوا الرحيم بلاصتو وخرجت مع الدكتورة لبرا حتى كيوقفوا الدكتور معجزة ما مصدقش والله مراتك انسانة قوية بزاف. قال له طريق الحمد لله نجات من الموت. قالت له الدكتورة على سلامة ما تخافش مسيو ما حيدناش رحم كاملة الحمد لله لأننا زربنا فالرحم ديالها باقي إنما حيدنا غير واحد الجزء باطني فين كان منتشر المرض واستأصلنا إذا مراتك يمكن لها الإنجاب بإذن الله. شد على راسه ما عارف يضحك ما عارف يبكي ما عارف ما يدير نهار فاكع ساجد الله سبحانه وتعالى وقف معاه كيحمدو أنه وقف معاه في أصعب يوم في حياته. وقفوا عندك ديك الطبيبة بفرحة طلبي اللي بغيتي اللي بغيتي غير يحضر شكرا بزاف دكتورة هذا واجب اسمح لي بالشفاء العاجل. خلاتو مشات وخرجوها الاكسجين في نيفة مازال ناعسة قرب باس لها راسها ويديها اسمح لي يديوها للإنعاش الليلة غدا وتفاق. أما عند سيمو غالا بعد ما جاب الشيفور باتيل جالسين وسيمو هاز باتيل اللي كضحك حتى هو جالس في الأرض. باتيل تمشي تمشي بنتي نشوف رجلي. قالت له غالا مالها راه كتمشى. لا شوفي ياك متى هي كانت كتعرج برجيلاتها بحالك في الصغر كنتي كتعرجي شويه وهضرتك كانت مخربقه اشنو لا يحييك السيمو قال لك عرجع وغلا ها هي زعما واخا الا نوض تمشى ونشوف صعدت ونات كتمشى وباتيل كتحرك بحالها كالبطة. لا بنتك زوينه عليك رجعي بابا نشوف ورجعت غلا بلاصه باتيل يا تقول له غلا هاني وقلت رجعي يا بابا
وراه كنتي كتقولها ليا انا، علاش دابا كتقولها لها هي؟ قال لها سيمو لا حول ولا قوه الا بالله، حيدي نشوف البنت، قربي يا بابا قربي. قالت له علاش تك من الصباح وهي عندك وتقلب فيها ولا شنو؟ صافي شد سيمو باتيل ديك الساعه كيرميها في الهواء وراه كيشدها كتضحك. فجلست على حداه، سيمو فيا الجوع من الغدا. قلت انا فيا الجوع نوضي نوضي طيبي انا، ولكن دار دارك انا ضيفه، تي نوضي الكوزينه من دوك تخربيق الفشوش ديري على حل داك امك لي الله حفات لها النقشه بنت نعيمه. وانا ري واش تبدل لي سيمو، عافاك طيب لي حيت توحشت ثيابك. ويشوف فيها كيدور كتدور عينيها وترمش. غلا انا راه غسيمو ما تدوزيش عليا، عمر طيابي عجبك، اذا جمعي النوضه نتعشى وديك الساعه رجعي تجلسي ناقشوا واحد الدوسي مهم. اش من دوسي يا سيمو؟ ويقول لها بصرامه ديال كيفاش ولدتي هذا المخلوق اللي كتحرك وتمشى، ميمكنش يكون جا من السما. ابتسمت لي ابتسامه صفراء. مخلوق زوينه هادي في الكوزينه، ويحرك لها يده ونا الطايره سات كي غتشرح ليه باتيل كحلاته معاه. رجع كيبتسم الباتيل وكيهر فيها تصونه التلا ديالو، لقى الحامدي دا كيهضر معاه ديك الساعه. عاد قال له حامدي حكيم فينك ولدي؟ مع غلا راه صيفطتها كدير العشاء، وصلتو العشاء كاع ايوا مزيان الله يسخر. غلا توصلوا الحوايج ما كثر، العشاء ماشي مشكل. قول لي حكيم. ويقول له سيمو نعم السي، تيجي حاجه داك الطاجين اللي درتي ديك المره بالكفته يمكن ياكش درتي فيه؟ العطريه البصله المطيشه وجلبانه والثومه والقزبر والكفته صافي. علاش؟ سير سير ولدي يلا بونوي. حمدي وعندك تحرق الطاجين وتقلق منك مدام الرفاعي، عارف حشومه نتحاشمو معاها ما رضاش لك، دير الماء وخليك غير في الطاجين صافي، لا تصدقوني في حوايج اخرين. غلا القاد راح سمع سيمو كيتفكر في الذكريات والايام ديالهم القديمه، وشنو غيكون رد الفعل ديالها بلا ما غيعرف هذا الشيء. هذا الشيء اللي غنشوفوه في الجزء الماجي ان شاء الله. الى وصلتي معايا حتى لهنايا وكان عجبك ولو لقطه في القصه، ما تنساش انك تخلي واحد التعليق، تخلي واحد القليب. شكرا للاستماع ديالك، وحتى لك انت مازال ما شاركتي في القناه اشترك. تلقاو، باي باي.